دونك بون خلينا نبدا نعمل شويه رابيل صغير على الكلاسترينغ تاع المره الاخرى وعلى السوبرفايز بصفه عامه قبل ما نبداو في الصحيح. باهي دونك المره اللي فاتت حكينا لحظه ساعه تسمعوا فيها ما جست كونفيرماسيون باش نتاكد. واضح شكرا. باهي بسم الله المرضية جايكم من البث من منزل بوزلفة مش من صفاقس بث جديد. باهي دونك المرة الأخرى شو عملنا؟ حكينا على الكلاسترينج، حكينا على نوع بتاع كلاسترينج سنترويد بيزد كلاسترينج، حكينا على دوز اكزامبل اللي هما الكي مينز والكي ميديانز بون واللي هو كله تابع الانسوبرفايز. الانسوبرفايز هو ماكش تحاول تبريدكتي حاجة معينة بالصحيح وإنما تحب تكتشف حاجات في وسط الداتا بتاعك. فما كلمة أخرى تسمى data mining. بون هي تدخل كي يقولوا data mining اون جينيرال ساعات يقصدوا supervised ساعات unsupervised يقصدوا كله هذاك machine learning و data science. أنا واحد من الناس تجيني كلمة data mining مناسبة برشا للتعبير على unsupervised. علاش؟ خاطر المايننج هو كل جماعة اللي يحفروا في المناجم الماينز تبدأ تحفر هما يحفروا يطلعوا الذهب يحفر في المنجم ويطلع في الذهب أنت تحفر في الداتا وتطلع في الفوائد معنا هذاك هو unsupervised. ماكش تبريدكتي في حاجه وانا مش الداتا بتاعك تبدا تحفر فيها وتشوف شفاه واش ما فيهاش فيها كلاسترز فيها در شنو حاسيلو. دونك حكينا قلنا ليكزامبل اللي عملناه المره اللي فاتت هو الكي مينز كلاسترينغ. تبدا الداتا بتاعك فيها دي ريغروبمون بار اكزومبل لي كليون حكينا عليهم. فما انواع نتاع دي كليون سامحوني عندك دي كليون انت في الشركه نتاعك تحب تقسمهم تحب تشوف اسكو هما معنا شنو هما الفئات اسكو هما فئات مختلفه ولا كلهم كيف بعضهم ولا كيفاش. دونك تابليك انا الالغوريثم تاع كلاسترينغ يكلستر لك داتا نتاعك الكليون يقسمهم الى مجموعات حاسيلو. بون هذاك حاجه. حاجه اخرى في الانسوبرفايز اللي هي اللي باش نحكيو عليه اليوم شنو هو الريدكسيون دو ديمونسيون. شنو هي الريدكسيون دو ديمونسيون؟ باهي ريدكسيون ديمونسيون حاجه جميله جدا نعشقها انا شخصيا. تصلح في برشا حاجات. ريدكسيون ديمونسيون هي وقت اللي بون طيح في الديمونسيون. شنو هي الديمونسيون؟ ديمونسيون هي النمبر دو فاريابل. بصفة عامة انت في الداتا متاعك عندك ان تابلو داتا بون في العادة في لي زيكزومبل اللي شفناهم حتى تو في شكل تابلو بار اكزومبل داتا اللي في النوت بوك نتاع اليوم تحكي على دي كليونز بون حبيت نعمل دي باسيون مرة عمل دي كليون مش مشكل تحكي على دي كليون عندك دي كليون كل كليون تعرف عليه برشا حاجات هذايا ايدونتيفيون نتاعو هذايا العام اللي تولد فيه هذايا قرايتو شنو فين وصل في القراية الحالة الزوجية نتاعو قداش يخلص قاش عنده صغار قداش عنده مراهقين في الدار مش عارف كيفاش وصلوا نموهم البيانات هذوما كلهم. انا واحد من الناس يجيو يسالوني على الحاجات هذه نقول لهم لا تحب تعرف معنا على كل حال نعرفوا معنا برشا معلومات على كل كليون حاسيلو. انت تو شنو تحب تعمل في ريدكسيون ديمونسيون؟ عندك بليزيور كولون بليزيور معلومات تعرفهم عندك 29 كعبه في ريدكسيون ديمونسيون تحاول انت نقص في النومبر دو كولون من غير ما تضيع انفورماسيون. كي انت كيش تنحي الكولون هذه بار اكزومبل تاع الانكم كليون تعرف كل كليون تعرف قداش يخلص اذا كان باش تنحاها ضيع ديزانفورماسيون. ريدكسيون ديمونسيون هي طريقه تحاول تنقص في النومبر دو فاريابل من غير ما تضيع انفورماسيون. باهي خلينا نبدا بسم الله. باهي كل هذا عندنا نتبوك شنو لي بيبليوتيك نتاعنا جست هذه بارتي نتاع البريباراسيون جست نعديها في سوا ندخلو في الصحيح ان شاء الله. باهي دونك اليوم ليكزومبل نتاعنا عندنا داتا سيت كيما قلنا نتاع ديك اليوم مسمينها كاستمر بيرسوناليتي اناليسيس. ما فيهاش كان بيرسوناليتي نتاع لي كليون كاستمرز فيها برشا معلومات. دونك هاي الداتا نتاعنا هذوما لي 5 بريمير كولون لي 5 بريمير ليني عندك 29 كولون بطبيعة ما يصورهم لكش الكل تحاسيلو. دونك ديسكريبسيون تلقاها على الكاغل ان فات لحظة برك وجود كاستمر بيرسوناليتي اناليسيس اي ترى هي على الكاغل تير هذا عليه بيرسوناليتي براي بر
سبحان الله الكونكسيون عندي مش هي التوب. به مش مشكلة، الكونيكسيون تعب شوية عندي، نحاول نلقاها بطريقة أخرى. أوه. كيف في برشا داتا يا جماعة اللي تحب تلقى به ديسكريبسيون تاع لي فاريبل حاطينها هنا هما. عندك كل كليو، عندك الاي دي نتاعو، ليدونتيفيون، عندك العام اللي تولد فيه، فين وصل في القرايه، درا شنو الدات اللي ولا كليون رسمي مع الشركه نتاعنا، التشكيات اذا كانوا تشكى مره على الاقل خلال العامين اللي فاتوا تحط ان، عندك الفالور ان، اذا كان زيرو ما نراه ما تشكاش حتى مره خلال العامين اللي فاتوا. المهم الكونتيتي اللي صرفها على الواين علينا، الكونتيتي اللي صرفها على الغلال في العامين اللي فاتوا، الكونتيتي اللي صرفها على اللحم على العود، كونتيتي معاش فلوس نورمالمون. الذهب شنو الشركه نتاعنا اسمها تبيع لحم وحوت وذهب وحلوى باه ياسر باه. باغ اكزومبل الفاريابل هذه هي قديش من حاجه شراها بالديسكاونت، اسمه هو الديسكاونت هذاك التخفيض، اظن لي فاريابل، اظن الفاريابل هذه شنو هي، يا بينير يا زيرو يا ان. الفاريابل هذه هي معناها الكليون قبل الاوفر اللي عملناه في الحملة الأولى متاع الترويج ولا ما نعرف متاع البليسيتي، قبل الأوفر كما نقوله آه معناها قبل زيرو معناها لا، الفاريابل هذه معناها قبل الأوفر في الحملة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، وفما الريسبونس قبل الأوفر ولا في الحملة الأخيرة تجب تاخذها كوم تارجت فاريابل هذه. ما نعرفش إذا تفهم شنو بالضبط الساعة. بون أنا يقول لي خذيتها زعما تارجت، أنا مش مشكل تجب تاخذ حتى تارجت تخدم كل وان سوبرفايز لوكا. المهم على فكرة يا جماعة الانسوبرفايز يعاونك في السوبرفايز، راه تنجم انت تخدم ان بروبليم تاع سوبرفايز وتستعمل فيه الانسوبرفايز، وتنجم زادة تخدم ان بروبليم تاع انسوبرفايز وتخدم فيه تستعمل فيه السوبرفايز، يركبوا مع بعضهم كيما نقولوا. ما علينا خلينا تو بالحاجة باهي. المهم دونك عندنا بليزيور فاريابل، نعرفوا برشا معلومات على كل كليون الحمد لله. الهدف نتاعنا اليوم هو كيفاش نجم نلخص الداتا نتاعي اليوم شنو نعمل في دو فاريابل، حاول نصنع دو فاريابل اللي هما فيهم اللب نتاع الانفورماسيون اللي في ال 29 فاريابل هذو. باش نصنع دي فاريابل جدد مش باش نختار. بون حتى كي تختار تنحي وحود من النظام تخلي حود سام ريديكسيون ديمونسيون، اما بون تكثر اكثر تدخل اكثر في الفيتشر سيلكشن يزما حصه واحده هذيك ان شاء الله. المهم دونك الشيب هي شنو، عندك 2240 كليون عن البيانات نتاعهم وعن 29 بيانه معلومه على كل كليون. باه شوفوا لي فالور مون كونط. بون كل كليون نعرف عليه جميع المعلومات جست للمدخول الشهريه، فما 24 كليون ما نعرفوش الشهريه نتاعهم. فالور مون كونط دي كاز فيد، كي عندك يبدا عندك دي كاز فيد تنجم تنحيهم لي كليون دوك ما تخدمش عليهم، تنحيهم من الداتا سيت نتاعك ولا تعوض الفالور مون كونط بحاجه. احنا باش نعوضها ان شاء الله تو نشوفوا باش الانفو جست يقول لك معناها اكثريت لي فاريابل ان تظنش يطلعوا بينير اونتي الفالور نتاعهم 0 1 0 1 تلقى انت مش بالضروره بينير انت اونتي. المهم فما اوبجكت فما معناها تكست ولا دات، هذه تجي دات، فما الفلوت معناها ريات. المهم مش مشكل باهي. اول حاجه الساعه تنحي ليدونتيفيون، ليدونتيفيون كيما نقولوا نمرو بطاقه تعريف تاع الكليون، ما يهمكش وما يصلحلكش في حتى حاجه خاطر ما عندوش معنى. الشهريه نتاعك عندها معنى، شنو تخدم عندها معنى، اما ليدونتيفيون نتاعك حاجه اربيترير ما عندهاش معنى. حبيت نعمل حاجه، انا حبيت نشوف النومبر دو فالور في كل كولون، كل كولون معناها قداش فهم الفالور بوسيبل. دونك الير بيرث فما 59 معناها فما واحد مولود عام 67، فما واحد مولود عام 2000، فما واحد مولود عام درا قداش. لي فالور نتاع العوام معناها 59 فالور معناها تي. المهم ايديوكيشن فما 5 فالور، ماريتال ستاتس فما 8 فالور. حاسيلو اظن ما فيش يصلح حتى نقول لكم فاش واهي number of values في الكولون هذه. هذه اون كولون اون فاريابل عندها معنى معين، زاد كوست كونتاكت ديجا وتلقى هنا نحطوه مش مشكل. دونك الفاريابل هذه فيها فالور برك، بار اكزومبل الفالور هذيك هي 5.3، الكليون كلهم عندهم 5.3 في الكولون هذيك،
دونك كولون هذه ما تفرقش بين لي كليون كتب كولون كليك نحيها تسمى زيد هذا ما تعطيكش انفورماسيون راح نحبوا كل كليون نعرفوا شنو هي الخصوصيات نتاعه والميزات نتاعه ودرا شنو باش نجموا نقسموهم ندرسوهم اذا كان تقول كلهم مصريين ولا كلهم عندهم الفالور هذيك ما تفرقش بيناتهم دونك نحيها دونك من الاخر كتب عندك اون فاريابل واللي ليني الكل عندهم نفس الفالور في الفاريابل هذيك يعني في الكولون هذيك نحاها الكولون هذيك زايده ما تفرقش خاطر ما تصلح في شيء باي دونك نحيتهم لي دو كولون هذوما كل هذا فيه عنده اون سول فالور برك ونحيت واحده اخرى اللي هي الدات اللي هي الدات اللي هاي محطوطه ديسكريبسيون هنايا فيني اوه الدات اللي الكليون ولا رسمي الكليون معنا هي اون فيت فاريابل كيك يقول قال علاش نحيها تصلح لي سيبو اللي عنده مده طويله هو كليون عنده صفات معينه واللي سيبو لي كليون جدد اللي انضموا معنا مؤخرا عندهم صفات اخرى تصلح نجمو نعملوا له برشا حاجات الدات نجمو ناخذوا الاشهر ولا النومبر تاع الاشهر منذ جاء الكليون نجمو نعملوا برشا حاجات اما ما ظهرليش باش نعمل حاجات صراحه بخل باش نقعد نبعو فيها دونك لا وحده وكاو تبدا مزولو بعمل هكاك تبدا ماكش مزولو ما تعملش هكاك سهله العمليه باهي دونك هذوما تبع فاريابل نحيناهم ما نحينا زاد الاي دي هذيك البطاقه تعريف دونك قادو نورمالمون 25 فاريابل باهي عملت لي سفال لي فاريابل كاتيجوريك ومزوز برك خاطر تعرفوا علاش عملت لي حطيتهم في ليست وحدهم عملت ليست اخرى فيها لي فاريابل نيميريك جست حطيت ليست فيد من الاول وبعد قلت قعدت نبندي في لي كولون كان ماش كاتيجوريك حطها في النيميريك المهم عندي دو ليست كي نجي نعمل باغ اكزومبل نحط نيوميريكال زعما يعني تكون فاريابل نيميريك هما راهو فيهم برشا هوت كاتيجوريك 0 1 بينير اما تجي تعتبر نيميريك 0 1 مش مشكل ماشي عندو كاركتير المهم باهي دونك جوست نشوف لي ديستريبيسيون هنايا جوست ها وين عندك بليزيور فاريابل لي فالور لي فاريابل نيميريك عملنا لهم الليستوغرام هيست بلوت الاخرين عملنا لهم الكاونت بلوت كاتيجوريك تلقاهم دوت دونك هذوما لي فاريابل نيميريك فما حوت كي من هكا تنجم تعتبرهم كاتيجوريك زاد خاطر ترو فالور برك معناها ماشي حاجه كونتينيو مش مشكل دونك العام اللي تولد فيه الكليون اكثريتهم في السبعينات ولا حاجه كيكا بين عام 55 حتى العام 85 ولا قداش ولا عام 90 فما المولودين في اخر التسعينات فما المولودين في اول الاربعينات فما وحيد مولود عام 1900 وذي مريتوش شنو هيك اليوم مولود عام 1900 برسمي فهو سجلت الداتا هذه معناها يمكن غلطه التسجيل المفروض نحيها هذا خاطر نورمالمون مش صحيح ومنه هو اوتلاير بوان بعيد اما انا بحكم سامحوني ما حبيتش نوسع بالي ياسر في البروسيسينغ ما ركزتش وقلت التركيز خايب يا جماعه اون جينيرال بوان بعيد هكاك تنحيه يا ما تسجلوه بالغلط يا ما تقابلكش على مولود عام 90 وبحكم التسعه بعد الصفر في الكلافيه غلط نزل على زوز صفار اللي يخدم في الباز دوني المهم مش مشكل اون جينيرال تنحيه خير هنا زاد الفاريبل هذه فيها اوتلايرز مادام تصورت على اللي صار بالكل مادام فما دي بوان بعاد لنا شي 600 الف بحكم شويه ما يظهروش المهم هذا هو قداش يخلص الكليون بين فما نقص 100 الف دولار في العام تصور حاجه كيك فما ما يخلصش بسيك المهم قداش عندهم من صغير في الدار اكثريتهم ما عندهمش صغار فما اللي عندهم صغير برك في الدار وبرسك فما حد عنده زوج صغار واكثر من زوج صغار فماش فهمت شيخي ما يجيبوش برشا صغار البلاد هذيا يمكن في الصين داتا هذيا خذاها خاطر حاكمين عليهم وما تجيبش برشا الله اعلم المهم قادر عندك مراهقين في الدار يا ما عندكش ما عندك واحد برك بريسك حتى حد ما عنده زوز ولا اكثر ريسنسي والله ما نعرف شنو هي ترى ريسنسي مش حاطينها قداش من نهار منذ الكليون شرا حاجه باهي انت ياسر فما اللي عنده 40 نهار فما اللي عنده 60 نهار المهم لي ديستريبيسيون اكثريتهم مجبودين على جنب شفتوهم سكيود هما لليمين فما برشا اوتلايرز في الداتا تاعنا اوتلايرز هما لي بوان البعاد هذوك لي بوان اكستريم اوتلايرز يسموهم المهم باهي هذوك لي فاريبل نيميريك بون هذوما بليز اوموان بيناري يسموهم تنجم تعتبرهم كاتيجوريك زاد في الادوكيشن ليديوكاسيون فما البيزك نورمالمون يقصدوا معناها التعليم الاساسي قراها تكشي المدرسه ولا الكوليج واللي هو السكند سايكل يظل يقصدوا الليسي معناها فما شويه فما عندنا حكايه 200 كليون قراها تكشي الليسي كهو graduation normally يقصدوا البريمير سيكل فما كاين 1000 وشويه 1200 كليون قرا بريمير سيكل فما اللي قرا الماستر وفما اللي عنده الدكتوراه باهي
وهذا الماريتال ستاتس. الماريتال ستاتس هو حالة زوجية، فما السنجل فما التوجذر كلي معنا في علاقة مموش معرسين، فما الماريد معرسين، فما الديفورس المطلقين، والويدوز هو اللي مرته ماتت ولا مرأة رجلها مات، فما واحد حاطط ألون معنا ما عارفش عايش ما حطش سنجل وكهو غريبة. مفروض كي تعمر فورميلير تحط شوية عادي معنا. واحد آخر قال لهم أبزيود، واحد آخر قال لهم يولو، حسيت أنا ما عجبونيش الكليم وضم دونك باش ننهيهم خاطرهم يعرفوش يعمروا فورميلير بالباهي. باهي لا علينا تنهيهم من بعد. هذه الماتريس دي كوريلاسيون تعطيك لي فاريابل قداش الريلاسيون بيناتهم. هو جينيرال ما نحطهمش كلهم، ما برشا نحط بينير كيما هذا. ضمن المفروض ما نعتبرهمش نيميريك، المفروض نحسبهم يعني كاتيجوريك. مش مشكل بين مادام بينير برا حط نيميريك وكهو. دونك تعطيك العلاقة قوية ولا بين لي فاريابل. بار اكزومبل كل فاريابل بينها وبين روحها اشتلقى كل فاريابل علاقتها بارفيت مع روحها يعني. دونك كي تشوف الفاريابل هذه بار اكزومبل الفالور هذه 72 0.72 72% يعني هذيك معناها الفاريابل هذه النيميرود نتاع هذه اسمها سي نمبر اوف كاتالوج بيرتشيز ولا شنو عندها علاقه قويه بالفاريابل هذه النقطه اللي هي amount of meat purchase products. كهزيلو قويش معناها العلاقه، معناها واحده منهم بلوز موا تعطيك الاخرى، كي تعرف هذه بلوز موا عرفت الاخرى بنسبة 72% هنا. تحصلوا الفالور النيجاتيف بار اكزومبل كان تلقى فالور موازاه، معناها كي تلقى واحدة زادة بارفيتمون تعرف الأخرى جيست الريلاسيون دي كرواسونت. تلقى نيوج بار اكزومبل هنايا شفتوا نيوج دي بوان هذايا كرواسون عاطي على الدروات تحسوه هذاك تلقى كورريلاسيون ان، كان جا دروات دي كرواسونت كورريلاسيون زيرو، كان جا لي بوان تاجين فين جا كورريلاسيون نول. أسيلو مش مهم جيزتا كيكا عملناها الإكسبلوراسيون. دونك عنا زادة لي كليون اللي قلنا معرفوش يعمروا فورمولير معنا قلوا معرس ولا مطلق ولا شنو، يقولوا كيولو ولا أبزيرد ولا ألون دونك ما عجبونيش. دونك نهاية مدتها هما شوية برسك عشان أربعة لخمسة من الناس خسرنا شيء نحينا به طيحت مدتها بالكود هذا. بعد عنا كجماعة اللي ما نعرفوش الانكم تاعهم، قلنا في الفاريابل انكم هذيك فما 24 كل يوم ما نعرفوش قداش الانكم تاعهم قداش الشهريه تاع. دونك هذوكم واش نحسب لهم شهريه المويان هكا ناخذ الميديان سامحوني ناخذ الميديان تاع الشهري تاع لي كليون تاعنا، واللي ما نعرفش الشهريه تاعهم نحط لك الميديان هذيك هكا جاش نشوفها قداش الميديان بين عبر المويان ما تعطيل بون مش زيرو خاطر عملت سكيلينغ بعد العالم ميديان هذي الانكم الشهري الميديان تجيك بار اكزامبل 50,000 ولا حاجة كيك اللي ما نعرفش قداش يخلص حط 50,000 يعني في الوسط باه. دونك هذاك هو عملنا الانكودينغ بحكم عندنا دي فالور كاتيجوريك كيما هنايا ليدوكاسيون بضم دي شين دو كاركتير معناها بيزك سكند سايكل ماستر ديفورس اند ماري توجذر دي شين دو كاركتير واللي موديل تاع الماشين ليرنينغ يحبوا دي نومبر اختارهم دي موديل ماتيماتيك. دونك يزم لي شين دو كاركتير نحولوهم دي نومبر. فما بليزيور ابروش استعملنا هنا الفريكونسي انكودينغ وليس ما زاد الكاونت انكودينغ اللي هو في عوض ما نقول الالغوريتم نتاعي الكليون هذا مطلق نعطيه نسبه المطلقين وكا الفالور نتاعه في الماريتال ستاتس الكليون ماهيش ديفورسد وانما هي 230 بار اكزومبل حاسيلو معناها الفالور كوريسبون معناها في عوض ما نعطي اسم الحالة الزوجية نعطي قداش هي منتشرة. دونك وانا خذيت النسبة اش معناها انا كلمة ماريج تتعوض بنسبة العباد المتزوجين النسبة كما نقولوا بار اكزومبل ثلث متاع الكليون تاعنا متزوجين. دونك اذا كان كليون عنده الفالور هذه ماريج تتعوض بانتيير كما نقولوا عنده الفالور اللي هي انتير متاع لي فالور الكل حاسيلو طريقه معناها ذا الكاونت انكودينغ فريكوانسي انكود سكيلينغ جست باش نركحوا لي فاريابل على نفس لي شيء معناها كما نعاود هذه دي مزال نعاود بار اكزومبل هنا الشهريه بين الصفر وال100 الف الاكثريه فما دي فالور بعد شويه بينما العام اللي تولد فيه الشخص بين 1940
و1990 كما نقول، ولا حتى 2000. هنا فاريونس صغيرة، حكيت 60 سنة ديك معناها بين أكبر فالور وأقل فالور، وهنا فما 100,000، 100,000 أكبر برشا من 60. أون جينيرال لي فاريابل اللي عندهم إيشير كبيرة هكا دي فالور كبار باش يأثروا أكثر من الآخرين. تبدا فاريابل لي فالور نتاعها لي ديفيرونس بيناتهم صغار، يعني الانترفال صغير كيما هكا بين 1940 و 2000، هكا الانترفال دومبليتود 60 هكا هو، لي فاريابل هذوما سيرون نيجليجي قدام لي فاريابل اللي فالوراتهم كبار برشا، الانترفال بتاعهم كبير برشا بحكم فما كالكول دو ديستونس وكا. حكينا فيه دونك ديجا بالباهي بالباهي في الورك شوب نتاع الداتا بروسيسينغ ليفل 2، تنجمو ترجعوا له اللي يحب بلوس دو ديتاي، ما نجموش نتوسعوا فيها الحكايه تو. لكن على كل باش لي فاريابل هذوما نو سيرون با نيجليجي، حطوهم لي فاريابل الكل على نفس ليشيل، دونك ردوهم كلهم كيما نقولوا بين زيرو الان. دونك باغ اكزومبل هذيا الانكم ترجع بين زيرو الان، هذيا زيرو تقعد زيرو، وال 100,000 ترجع ان، ما ماشي منها فيهم لي بوان تاعهم جينيرال تنجم تنهيهم وكا. دونك هذيا ال 100,000 تولي ان، 50,000 تولي 0.5، وهكذا 1940 تولي زيرو، عام 2000 تولي ان، عام 1970 تولي 0.5، وهكذا حاصلوا لي فاريابل الكل بين زيرو الان باغ اكزومبل، ولا لي فاريابل الكل كيما نقولوا ما يبعدوش على الان. حاصلوا اون ميثود تعمل في الحاجه هذيك هي الروبست سكيلر، هذا تركهم كل على نفس الشيء حكينا عليه زاد في الوركشوب هذاك اللي انت سي نجم يرجع الفيديو على اليوتيوب. هذا كل اللي عملناه جوست بريباراسيون للداتا. نعتذر كاني زربت اما الله غالب حكم ذا عملناه برشا مرات، يعني مرارا وتكرارا كل وركشوب، ما حبيتش نضيع فيه برشا وقت باش نتعدى في الصحيح. ونزيد نذكر معناها عملنا دي وركشوبس برشا، معناها عندنا ديجا جي 3 او 4 تسجيلات فيهم هكا بريباراسيون للداتا، اللي حاب يتوسع نجم يرجع له. باهي فماش دي كاسيون يا جماعه تو قبل ما نبدا؟ اي سؤال قولوا راحتكم، تحب نعاد اي حاجه نعاد؟ بيظهر انه ما فماش اسئله. محمود بليك استيان تفضل. على اساس كل مره تختار معناها ميثود نتاع سكيلينغ؟ بون انا نختار لكم كل مره ميثود هكاك على الجو على التنويع، اما انا الاكثريه نخدم بهذايا روبست سكيلر، خاطر ما يتاثرش بالاوتلايرز. انا ديجا هنا عندنا برشا اوتلايرز، برشا دي بوان اكستريم. نجم زاد كي ترى ما فماش برشا دي كوريلاسيون دي ديبوندونس بين لي فاريابل نتاعك، كيما هنايا أكثرية لي فالور صغار، فمش برشا فالور قراب للآن خلف الدياغونال هذيك ما ناخذوهاش بعين الاعتبار. دونك تنجم تابليكي لي ترانسفورماسيون نون لينيير اللي حكينا عليهم كيما الغوسيان واليونيفورم، خاطر هما ينجموا يفسدوا لي ديبوندونس، لكن انا بريسك فماش ديبوندونس تحاصيلو. باهي باهي نبداو في ريدكسيون ديمونسيون. باهي باش نبداو بالبي سي ان شاء الله، رجعنا البي سي ان. باهي نجرب نشوف تصويرها وديها لي عادتها باهية، نحب واحدة بلاش فلاشات. برا فيتشرز كونكسيون تاعها عندي، اعطيني سكاتر بلوت. باه زوم 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 مش واضحة، ناخذ هذه. هي باهي باهي، هذه تصويرة طبعا مما لا شك فيه. اش عندنا هنا؟ عندنا نيواج دو بوان باغ اكزومبل، هذوما لي كليون تاعنا باغ اكزومبل، كل بوان يمثل كليون. على اكس دي زيكس عندك باغ اكزومبل قداش يصرف في الشهر بالعملة الفلانية، وعندك اكس دي زيكري كيما نقولوا عندك والله ما نعرف انا تو قداش يخلص بالعمله الفلانيه. دونك قد ما اشتقاه يعني اللي يخلص اكثر يصرف اكثر كيم بليز اوموا، فما علاقه قويه بين دو فاريابل هذوك. معناها قد ما اشتقاه يصرف اكثر، اشتقاه بصفه عامه يخلص اكثر عنده فلوس، معناها واللي يخلص شويه اشتقاه يصرف شويه، اللي يصرف شويه اشتقاه يخلص شويه. الاكثريه معناها هذيك التوندونس، معناها هي ماشي دروات بالضبط، لكن نحسوا اللي نيوج دو بوان ذا عاطي على دروات. نجم تقول لي هذه هي، انا اذا كان هذا اسمه ايغريغ والاكس دي اكس عندك اكس، في ايغريغ و اكس، دونك تجي تقول ايغريغ يقال اكس بلس بي بلس او موان.
باهي دونك احنا لي بوان هذوما بحكم عندنا دو فاريابل صورناهم في تصويره دو ديمونسيون دون لو بلون لي بوان محطوطين يا جماعه تو اسكو دو ديمونسيون هي احسن نومبر دو ديمونسيون باش نعبروا على لي بوان هذوما ولا ياسر دو ديمونسيون اسكو نجمو لي بوان هذوما نكتفيو بون سول ديمونسيون باش نعبروا عليهم نعرف السؤال مش واضح لكن نحبه كيكا اسكو نستحقوا دو دي باش نصوروا التصاور هذوكم لي بوان هذوكم اسكو نجمو نستعملوا اون ديمونسيون هذا هو السؤال العلاقه هنا اللي بين لي دو فاريابل الاكس والي غريغ هي بلوز او موان Y يقال AX plus B إذا كانت عندك Y يقال AX plus B إذا كانت تعرف الـ X أوتوماتيكمون تعرف الـ Y إذا كانت تعرف الـ Y أوتوماتيكمون تعرف الـ X بتبيع عندك الـ A والـ B معنى الـ Bound والأوردينية الأوريين تجد أسابة محدة إذا كان عندك هذيك بار إكزامبل Y يقال 2X plus A كان عندك الـ X يطلع الـ Y أوتوماتيكمون كان عندك الـ Y يطلع الـ X أوتوماتيكمون دونك إسكو نستحقوا دو فاريابل بالرسمي دونك نجم نستعملوا على واحد منهم خطر نجم نطلع واحد بالاخر هكا النجم اون جينيرال ناخذوا فاريابل واحده فاريابل واحده معناها اكس واحد دونك اعطيوني اقتراحاتكم انا والاكس اللي ناخذوه ترى حسب شكون يقترح علينا اكس نجم ناخذوه جوست نستعملوه هو باش نعبروا على لي بوان كل معناها X على Y. باه. Par exemple, X égale Y. La droite Y égale X égale Y ولا Y égale X. كيما par exemple في التصوير اللي عنا. هنا ها نيوج دي بوان. فما دروتك الدياغونال هذيك اللي كروسون مش صغيرة طويلة. بلوز موان تحس لي بوان كل ديستريبيو عليها هي معناها. لي بوان بلوز موان ماشيين مع الدروات هذيك. دونك نجم ناخذ الدروات هذيك كوم X. بنعمل بروجيكسيون للبوان تاع على الاكس هذاك في عوض ما ناخذ توك كل بوان ولي نعبر عليه بالاكس نتاعه واليغريغ نتاعه دو فالور نولي نعبر عليه بالكوردوني نتاعه على الاكس الجديد هذاك الطويل الحاجه الباهيه هو انه لافورماسيون ما تضيعش علاش لي بوان هذا اللي على اليسار بالكل الاخر كي تبروجيتي على الدروات هذيك باش تلقاه على اليسار بالكل هو الاخر على اليسار لي بوان اللي على اليمين بالكل كيش بروجيتيف مش تلقاه باقي هو اللي على اليمين بالكل لي بوان اللي في الوسط شو يقعدوا في الوسط وديجا انت اش تخسر دونك باغ اكزومبل نشوفوا لي بوان هذا يعني هنا الفين السوري ماش كنشوفوا هانو بوان قريب للدروات كي انا باش نبروجيتيه هو اش عنده الديسونس بين هو وبين الدروات هو عنده دو فاريابل من الاخر عنده دو كوردوني وهو تنجم تعبر عليه بكونه لي بوان اللي كي بروجيتيه تلقى البروجيكسيون هذيك ويزيد يبعد شويه معناتها تجي من الاخر ملخص كيف فما ديستانس بينه وبين الدروات انا كي باش نبروجيتيه عباره لو واحد هالديستانس هذيك ما خذيتهاش بعين الاعتبار الديستانس اللي بينه وبين الدروات لكن هي صغيره لي بوان كل ديستانس بينهم بين الدروات الطويله هي ديستانس صغيره تافهه نيجليجابل معناها بلوز موان كلهم في شكل ماشيين مع خط دونك نجم نيجليجي لي ديستانس اللي بينهم بين الدروات المزيانه المتوسطه بس بروجيتي مع الدروات متاعي وكا هذه هي الفكرة مبدئيا أنا باش ناخو كل بوان باش نبروجيتيه على الدروات هذيك اللي توسط ونكتفي بها هي كوم أكس بعد ما ناخو دوز أكس إكس ويجريك باه واضح إلى حد الآن يا جماعة فماشي سؤال دونك منك برسك كل لي فاريابل اللي بيناتهم كورولاسيون لينير خلوهم فاريابل واحدة كي مبدئيا هذيك هي فازة هي بلو جينيرال من هكاك ماذا هي الكونسيبت دو باز هكاك لحظة خلنا نوجه لكم حاجة التصوير ريتها مزيانة برشا على البي سي ان شاء الله نلقاها ويظل لي منش باش نلقاها ما نعرفش فين مشيت ووووووووو مش هذا ما أوه هاي شوفوا يا جماعة التصوير اللي تحرك عشان كبرها ركبر
ايش بيك ما تكبرش؟ اكبر. باهي شوفوا فيها احنا قاعدين بروجيتي وعند دلوقتي الكحلة. شفت كيف في اللحظة ذي اللي بوان كلهم غافصين بحظة بعض. تويكا كي البوان كي دلوقتي تولي بليزموان ماشي مع اللي بوان توسط فيهم. البروجيكسيون سمحت ولي كل بوان بليزموان شد بقعته. دلوقتي اشوفوا فيها بيش ترجع طوام. دلوقتي كيف شفتوا اللي بوان كل بريسك بروجيتي في نفس البقعة هنا. ماست الفازك انت تبروجيتي اللي بوان كل فرد بقعة معنا ما عملنا شيء يعني. البروجيكسيون بتاع البوان هذا والبوان هذا وهذا وهذا بريسك نفسها. زي البوان كل عبارة رديتهم نفس البوان ضيعت برشا انفورماسيون. كي تاخد الوقت يعني شلوق كما نقوله ماشية مع الشكل متاع النياج البوان ما ضيعتش انفورماسيون. هذيك هي الفكرة معنا تاع البيسية مبدئية. بون ابو بلو جينيرال ترى فماش حاجة اخرى فما هذي بون شي منها فيها هذيك به نكون نرجع فين كنا. مش هذا هذا به. دونك يا جماعة من الاخر البيسية تو هاش تعمل هي هي ماشي تجي تاخد دروات هذيك وتوقف. البيسية عندنا نيواج دي بوان. البيسية تعمل شانجمون دو باز هي في الحقيقة. اش معنى شانجمون دو باز؟ معناها انت كنت تخدم باللي دو زاكس افون لاكس دي زيكس ولاكس دي زيكري كيما نقولوا واحد هوريزونتال واحد فيرتيكال شوالي تخدم بروبير جديد اوا زوز لي زاكس الخضر هذا والاردوني والسامحوني والاوريجين نتاع لاكس ماهش لي بوان هذاك اللي على اليسار من اللوطا شوالي هو السونتر نتاع نيواج دي بوان. تاخذ السونتر كيما نقولوا نتاع الوسط بالضبط في البوان هذاك فين الوسط اشطلع دو زاكس جدد باهي. انت هنا تسمع من شانجمون دو باز. الشانجمون دو باز تو على انه اساس باش نختار لي زاكس نتاعي. دونك قلنا السونتر هو الوسط لي زاكس تويكا اخترنا زوز هذم يا جماعه. لاحظوا فما حيد طويل وحيد قصير. حسب رايكم زعما علاش اخترنا لي دو زاكس هذوما الخضر؟ علاش ما خذيناش اي دو زاكس اخرين يخرجوا من البوان هذاك الوسط؟ خاطر الطريقة هذه فما فرق بينات لي بون. فما أكبر فرق بينات لي بون هكاك. فما أكبر فرق. ما تعرفش معناها تعرف كيش نقولها أكبر فرق بينات لي بون؟ قولوا فما ماكسيموم دو فاريونس. قولوا الدروات الكبيرة هذه فما فاريونس كبيرة على هي. اش معناها لي بون فاري معناها لي فالور نتاعهم مش كلهم غافصين فرد فالور. لي بون هذا بعيد على اليمين هذا بعيد على اليسار كما الحقيقه معناها هما شيء كل واحد في شيرته معناها. فما ماكسيموم دو فاريونس. هنايا الدروات الصغيره الثانيه بون هي اورتوغونال لها شي من فيها تو نحكي عن اورتوغوناليتي. هي كيش نقولها معناها فاريونس عليها هي صغيره فايت صغيره صغيره. لي بوين كيش بروجيتي مع الدروات هذه اشتقام في انترفال صغير موجود معناها بين الراس نتاع الفلاش والراس والراس الاخر نتاع الفلاش الاخر كما نقول انترفال صغير. باهي علاش تو احنا يهمنا الفاريونس هذه؟ على خاطر اون جينيرال اي ديمونسيون او اي اكس كما نقولوا اللي فيه فاريونس كبيره فيه انفورماسيون كبيره. اللي فيه فاريونس صغيره فيه شويه انفورماسيون. اش معناها فاريونس؟ كما قلنا اختلاف بين لي فالور نتاع لي بوين كما نقولوا لي كوردوني نتاعهم الى اخره. علاش تويكا par exemple les axes اللي فيهم variance صغيرة ما فيهمش برشا information. كي تجي par exemple انت تحب تدرس العباد بصفة عامة البشر معناها تحب تقسمهم الى اصناف تحب تدرسهم. جي انت كل عبد تقيس له الحرارة متاع بدنه من الداخل براتيكمون 99.9% اشتاق حرارتهم 37 درجة. تقاش وحي داك عنده سخانة لك وحي داخر لك براتيكمون الناس كلها عندهم 37 درجة. اسكو كي انت تعرف اللي العباد الكل عندهم نفس الفالور هذيك اسكو هذا يعاونك طو باش تدرسهم وشنو الفروقات بيناتهم؟ اسكو معلومة مفيدة هذه؟ تولي رايكم باكش رايكم ليه باكش تقولوا ليه ديجا كي تشوف يا جماعة لما فريابل نحناها قبل شوي هو هذه في فالور برك بار اكزومبل 5.3 الناس كلها عندهم 5.3 ما تعاونش الحكايه هذه. ما تعاونكش في كلاسيفيكاسيون. كانك تعمل كلاسيفيكاسيون بار اكزومبل اش اسكو نتوقعوا الكليون باش يجدد الكونترا ولا يا زيرو يا زيرو ما يجددش ان يجدد يا
إذا كان كله معناه مسافة في جيتروا ما تجيش تفرق معناه بين اللي بيجدوا وبين اللي اللي مش بيجدوا كله عنده نفس الفاليور دونك الفاريابل اللي فيها نفس الفاليور تتعامل عن نفس عن الكليون كل هي فاريابل مش مفيدة ما تعطيكش انفورماسيون كان تعمل كلاسترينج كيف كلاسترينج شنو تقسم الكليون إلى فئات معناها فئات مختلفة إذا كان هما الكليون كل عندهم نفس الفاليور في الفاريابل هذيك كلهم سخنتهم 37 درجة المعلومة ذيك ما تعاونكش باش تقسمهم إلى فئات مختلفة لأنهم كلهم كيف كيف في المعلومة ذيك ما همش مختلفين دونك هذه هي الفكرة معناها اون جينيرال قد ما تكون فما اختلاف أكثر بين لي بوان على أكس معين قد ما الأكس هذاك مفيد معناها يعطيك معلومة مفيدة هذايا البوان هذا الفالور متاعه 14 بوان هذايا موان 10 فما تقول هذايا 14 هذايا موان 10 شنو هي الفروقات اللي ما بيناتهم علاش هذا 14 علاش هذا موان 10 اسكو لي الفالور نتاعو اكبر برشا فما امكانيه اكثر انه نجدد الكونترا نتاع علاش علاه انا مفيده بينما كيبداو كلهم الفالور نتاعهم بريسك زيرو كلهم بين موان 03 وال 0.4 فور اكزامبل يس اي ام ستيل ذير كلهم استقام عندهم نفس الفالور ما تعاونكش باش تطلع حتى شيء انا لا باش تصنفهم لا باش تقسمهم لا حتى شيء كلهم كيف كيف معنا من الناحيه هذه دونك هذه هي الفكره معنا احنا شنعملوا شونجمون دو باز بحيث نلوجوا على أكثر أكس فيه فارياسيون كبيرة ومن بعد نلوجوا على ثاني أكثر أكس فيه فارياسيون كبيرة دونك خذينا هذا وخذينا هذا بعد أنت تو نجم تجي شتعمل تقول الأكس هذايا طويل باهي مفيد ويلخص الداتا معناها براتيكمون نيوج دي بوان هو البروجيكسيون تاع نيوج دي بوان على الأكس هذا كي تبروجيتي نيوج دي بوان على الأكس هذا بريس ما ضيعت شيء معناها بينما الأكس الصغير هذا ما يزيد فيك حتى شيء جست لي بوان انه كلهم خاطر عنده شويه فلكتواسيون على الأكس الاساسي يبعد عليه تشيشه هل الأكس الصغير يوصف الفلكتواسيون هذيك يوصف البعد هذاك يا ما حاشناش بيه يعطينا الصحيح انا الصحيح هو انه فما التوندونس هذه كل فاريابل هذه كل الاكس تكبر لي غريك تكبر دونك الأكس الاخضر طويل يوصف العلاقه هذيك بطريقه رائعه جدا دونك نجم نخليه هو ونطيشوا الاخر برسك ما ضيعنا حتى انفورماسيون باه مريقلين يا جماعه لحد الان في مش كاستيون واضح واضح باهي احنا يا جماعه ما عندناش دو فاريابل تاع ما عندناش اكس و واي عندنا 25 فاريابل ولا قداش ترى خلينا نشوف بتا بوان شيب 25 فاريابل انا 25 فاريابل كل كليون نعرف عليه 25 حاجه مش زوز حاجات دونك قلنا كي بدنا زوز حاجات ناخذ نعمل شونجمون دو باز ناخذ دو زاكس جدد في عوض الاكس هذا والاكس هذا الاكس اللي ماكسيميز لا فاريونس وثاني اكثر اكس كي ماكسيميز لا فاريونس كي بدنا عندي 25 اكس تو ناخذ فيها نسباس تاع 25 ديمونسيون نجم نشوفو بعينيك معناها هذا دو ديمونسيون نشوفو 3D يجمك تدوروا على الجناب باش تشوفوا 25 ديمونسيون ما تجمش تشوفوا لكن البرانسيب هذاك هو PCH باش تعمل فكل الاسباس متاع 25 ديمونسيون PCH باش تلوج على أناه الأكس اللي ماكسيميز لا فارياسيون أناه الأكس الأكثر أكس اللي البوان موزعين عليه شتاخوكم شتاخذ ذاككم أول كما نقولوا ديما أول فيكتور دو باز في الباز الجديدة بعد لوج على ثاني أكثر أكس أرتوغونال عليه وفي فاريونس كبيرة تحطه بعد ثالث أكثر واحد وهكذا بس هي إيش تعمل هي في الآخر أديجا هو هالإكسام عشان نوريكم بالمثال عمل بي فاريابل جدد بنتي طب ما هش بتخدم على كيما هنا مش بتخدم على دو فاريابل إكس وجاك متاعك تخدم على دو فاريابل جدد سمو دي كومبوزونت هنا كتب دايمنشن بالتيم نعرفش علاش يتسموا دي كومبوزونت لا بريمير كومبوزونت لا دوزيام كومبوزونت احنا عندنا 25 فاريابل حقيقيين شنو نصنعوا 25 كومبوزونت جدد يعني 25 فاريابل اخرين دونك جوست عملت لي سيمي نتاع حضرته اوا دونك شنو عندنا احنا عندنا 2233 كليون قلت 33 خاطر نبداو من الزيرو فعوض ما كل كليون مش نوزروا لل لحظه برك للإنكم تاعه قداش يخلص العام اللي تولد فيه والحالة الزوجية وهذوما دي فاريابل عندهم معنى باش نغزروا لدي فاريابل جدد تو دي درواج جدد في الإسباس هذاك 25 وحدة
لاحظوا لي الفاريابل الاولى لاكس لول هي اللي هو كيما لاكس طويل هذايا. كي تشوف لي فالور نتاع لي بوين تاع لي كليون، كليون هذا عنده 4.4 في الاكس هذاك، شنو تمثل؟ ما عندهاش معنى هي في حد ذاتها، معناها هي ديجا كومبينيزون من لي فاريابل الاصليين. معناها ديجا تشوف لاكس هذايا الاخضر هو كومبينيزون من لاكس زيزيك لاكس زيزيك، معناها تيجي تقول هو ما نعرفش انا 0.5x + 0.5y حاجه هكاك. مو في هذاته ما عندوش معنى، معنى حتى كي الاكس عندها معنى، الاكس هي بار اكزومبل قداش الكليون يخلص، والاي هي قداش يصرف. 0.5 فوا ولا 0.6 فوا هذا بلس 0.4 فوا الاخر ما عندهاش معنى في حد ذاتها، ما عندهاش معنى انتربريتابل نجم نحكيو عليه. لكن سين اكس معناها نجم تحكي عليه كفاريابل كاكس. دونك من الاخر الكليون تاعنا لي فالور نتاعهم على الاكس لول شوفهم 4.4 موان 2 1.3 -2 -0.007 3.19 الى اخره -1.7 هذوما لي فالور فيهم 0 و1 و2 و3 و4 -1 -2 و3 و4 والى اخره. سامحوني عندي برشا برام باهي. هذايا الكولون الاولى الكوريسبون للي كوردوني نتاع لي بوين على الاكس الاول الكبير. الفاريابل الثانية تاو كوريسبون للي بروجيكسيون تاع لي بوين على الثاني اكس كي ماكسيميز لا فارياسيون. اش معناها؟ بون خلينا نغزرو لهم الساعة. لاحظ لي لي فالور هنا عندك 0.22 -0.38 -0.35 -0.8 -0.3 1.8 2.3 لي فالور اللي في الكولون هذه اون جينيرال اصغر من لي فالور اللي في الكولون هذه. هذوما هما كلهم اشتقام معناها الموين زيرو كيما نقولوا، خاطر كيما قلنا انت تاخذ سنتر جي تاع الريبير زيرو، دونك لي فالور ياما بوزيتيف ياما نيجاتيف والفلوس زيرو، كلهم سنتري في الزيرو. لكن هذوما اكثرتهم في الزيرو 3 موان 0 3 0 5 موان 0 5 فما شويه اللي يبعدوا 1.8 2.3 مش برشا، بينما في الاكس لول كثرتهم فالور كبار معناها 1 و2 وال4 وال3. في الكومبوزونت الثالثة في الأكس الثالث هنا ما عندناش أكس ثالث، خاطرك التصوير على دو ديمونسيون، داتان تاعك دو ديمونسيون جوست تعبر عليها بدو أكس هكاهو. احنا داتان تاعنا كيما قلنا 25 ديمونسيون تعبر عليها ب 25 أكس 25 ديمونسيون. دونك كي تشوفوا الأكس الثالث تشوفوا لي فالور أصغر حتى من هذا جلوبالمون، البريس قدهم قراب أون جينيرال باش يكونوا أصغر شوي. لي فالور اللي على الأكس هذايا الرابع اون جينيرال اصغر حتى من الثالث، وهكذا عمال يصغر. وكي توصل للاكس نمره 25 لي فالور بريس كلهم زيرو -0.016 -0.02 شوفوا هذا في -0.0007 اش معناها لي بوين على الاكس الاخر هذا بريس كلهم عندهم نفس الفالور زيرو، على الاكس اللي قبل الاخر كيف كيف شوف هذا بالله كلهم كيف كيف، بينما على الاكس لول والثاني لي فالور يختلفوا. دونك شوف الكليون لول هنا عنده موان 2 الاخر عنده 4.4 دونك ديفيرونس بيناتهم 6، هذا عنده موان 2 هذا عنده 1.3 ديفيرونس بيناتهم 3.3 فما دي ديفيرونس بين لي بوين يختلفوا لي بوين على بعضهم هنا. لي كليون يختلفوا لي فالور نتاعهم على الفاريابل الاولى هذه، في الفاريابل الثانيه يختلفوا على بعضهم اقل، وهكذا في الفاريابل الاخرى ما يختلفوش كلهم عندهم نفس الفالور. دونك صحيح احنا في الحقيقه عندنا 25 فاريابل نخدموا دونك دون ان اسباس 25 ديمونسيون، لكن كي نلاحظوا الحكايه هذه نلاحظوا كي احنا نجموا نقاو روبير اخر كوردونيو بيه لي بوين تاعنا تلك فما ديزاكس اللي فيه اللي ما يصلحوش. دونك اسكو بالحق نستحقوا 25 ديمونسيون كاملين باش نوصفوا الكليون تاعنا؟ ايش رايكم يا جماعه؟ كيفاش؟ مش ياسر 25 وفي الحق هو ماذا بينا احنا ديما شوية معناها ما ساعات نجمش، لكن هنا يا معنى الفاريب 25 لي بوان كلهم عندهم نفس الفالور فاهم معنى. دونك ما زيدك شيء يعني كما نقوله ما تفرقش بيناتهم هي
اسألوا يا جماعة اسألوا بعض عندكم دي كاستيون هاد. واضح يا جماعة ولا نعاود؟ كان تحبوا نعاود قولوا لي عاود. براسي مانيش عارف راه نوصل ولا نعاود، قولوا لي باش نعرف. واصل 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 باهي باهي. دونك ملخص الحكاية، البي سي اي يا جماعة اش تعمل شونجمون باز بالاخر، نحاول نلقى لكم تصويرة 3 دي، اديتكم تصويرة 2 دي وبعد حكينا نهبطنا على 25 دي. احنا تراها نلقاو شي حويجة. تروح 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 نحب يسوي لي ليزاك سنة. ليزا ما تقضي، لا انت ما عجبتنيش ما عجبتنيش ما عجبتنيش ما مش اسمح سايب الصورات الودي. اي 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 هذي اسمح باه. شوفوا يا جماعة نوش دي بوان تاعنا هنايا هو كل لي بوان الكحل اللي هذوك، وعندنا تروا فاريابل الاكس واللي جريك والزد. دونك دون ليسباس هذاك انا ديجا نوش دي بوان تخش علي كعبه بطاطا ولا كيفاش. باهي عندنا الاكس دي شفتو انساهم هكا الفيرست سكند ثيرد، خلينا منه. عندنا تروا زي تروا زاكس اكس واللي جريك والزد، هو كاتب اكس وزد وزد غلط، يقصد اكس وجريك وزد شي من فيه. باهي شعمل اللي هو تو عندك دي بوان دون لسباس تروا دي. باه شعملنا احنا خذينا تو شنو نصنعو ريبير جديد، السنتر متاعو حطيناه في السنتر متاع نواج دي بوان، السنتر متاع كعبة البطاطا هذيك هاون، هذاك السنتر متاع ريبير جديد. باه لاكس لول اللي في ريبير جديد هو يزم يكون كيما نقولو ماشي مع الطول مع نواج دي بوان. دونك هذيا كعبة البطاطا ديما ماشية في الطول بليزوموا، عندها طول أكثر من اللي عندها عرض. دونك الفيرست هذاك الأكس الأحمر الجديد ماشي بالطول معاها، باهي هذاك الأكس الأحمر. البطاطا موزعة برشا على الأكس الأحمر، يعني الكعبة البطاطا لي بوان معناها البطاطا ولات لي بوان ماشيين هكا بليزوموا في الديريكسيون هذيك مع الأكس الأحمر. باهي اون فوا فيكسينا هذاك، دونك احنا تروا متاع الداتا متاعنا 3 دي، دونك زعما 3 اكس فيش نحطوا الاكس الثاني. نجيو نشوفوا اذا الاكس الثاني تو اورثوغونال على الاكس الاول. باهي اش عملنا نشوفوا انه الثاني اكثر اكس اللي بوا موزعين عليه. خذينا الاكس الازرق هذا بار اكزومبل، يعني العرض متاع كعبة البطاطا اكثر شويه من الخشن متاعها، الطول هو اطول حاجه بعده بار اكزومبل العرض خاطر مفرطحه شويه تاع كعبة البطاطا متاعنا، وبعد الخشن مش خشينه فرطحه شويه خاطر. دونك مشينا خذينا اكس يمشي مع الطول، اكس يمشي مع العرض مع التفرطيح كيما نقولوا، خاطر هذيك ثاني اكثر ديمونسيون كعبة البطاطا موزعه فيها، والاكس الثالث يمشي مع الخشن خاطر مش خشينه هي البطاطا نتاعنا. جوي دي نيو دي بوان الديريكسيون هذيك ما لي بوان كل بريس قراب لبعضهم يعني. دونك هذا اش عملت البي سي، صنعنا شونجمون دو باز، عملنا شونجمون دو باز، صنعنا روبير جديد بحيث لاكس لول هو اكثر واحد يوصف النيواج دي بوان. لاكس لول نتاعنا الفيرست كي تركز معاه تلاحظ اللي هو اكثر واحد يوصف كعبة البطاطا خاطرها ماشي على لاكس هذاك، هي الثاني هو ثاني اكثر واحد خاطرها مفرطحه شويه هي، دونك عندها عرض باهي. والثالث الثالث نجمو لعل نستغنيو عليه خاطر هي كعبة البطاطا مش خشينه، هو لاكس الثالث الثيرد هذاك جوست يعطيك الخشن نتاعها كيما نقولوا فيرتيكالمون، هي مفرطحه ماشيه في الهوريزونتال اكثر. دونك اش عملنا، عملنا شونجمون دو باز، لاكس لول يصلح، لاكس ثاني يصلح شوي، لاكس ثالث بليز موان زايد معناه نجم نستغنى عليه، وكعبة البطاطا بريس تقعد هي بيدا خاطر هي شنية طويلة عريضة شوي وبريس ما عندهاش خشن، كي نحي الخشن انا ونغفصها نفرطحها مش بيش تتبدل ياسر معناه. هذيك هي الفكرة معناه نيوش دي بوان تاعك ما عندوش مش خشين في اللاكس هذاك الثالث، كي تفرطحه وانت تغفصه سويفون لاكس هذاك ما يقعد هو بيدو. كيف هنا معناه كي تجي تغفص انت النيواج دي بوان تاعك تلصقه كل في اللاكس الطويل تبرسك هو بيدو معناه خاطر مش خشين في اللاكس الاخر.
هذه هي الفكرة. كيفاش تصير؟ كيفاش نلقاوهم لزاكسا ضمة؟ مش بالتلويج معناها. تصير فما الماتيريز كوفاريونس تعمل لها انت طلع لها لي فالور بروبر ولي فيكتور بروبر نتاعها. لي فيكتور بروبر هما لي زاكسا ضم شكونوا ديجا اورثوغونو على بعضهم اختيار سيمتريك ديفيني بوزيتيف. عزيزي برشا حفلات نتاعهم كيفاش تطلعهم زاده فما الاس في دي فما ديكومبوزيسيون دي ماتريس. ننصحكم تثبتوا فيهم اما اللي جديد ما غير ما يكثر على روحه من طول. كانك معنا جديد على الدومين خلي يزيد اخدم شويه كبراتيك وافهم بالفلاقي هكا وبعد ما نجم حتى العام الجاي تزيد تدخل في المات اكثر اون جينيرال باهي معنا. اذا كان باش تتخصص في الدومين يزمك في لحظه معينه تفهم كيفيو ديتاي هكا ماتيماتيك كذا حتى مش للاخر تفهم 80% كما نقولوا اما طو مبدئيا واحد يفهم بالفلاقي باهي. الى حد الان يا جماعه مريقل البي سي ار لا باش مش تفيدنا هذه يا مانت باهي باش نشوفها فاش تفيدنا وبرسك وصلنا للفائده باهي. اول حاجه ساعه نجم نقولها تفيدنا في انك تنقص في التاي بار اكزومبل. انت هنا عندك دو زاكس كل بوينت تعبر عليه بدو فالور دو كوردوني. نجم تو كي تبروجيتيهم على الاكس الطويل كل بوينت تعبر عليه بكوردوني واحده دونك التاي اقل ميموار اقل معناها كتاب الداتا كبيره تعاون الفاز يستعمل ديجا حتى في ليزيماج البي سي ار معناها بحيث تاخو كيش نقولها تنقص في التايم نتاع ليماج والليماج بريسك ما تبدلش معناها تقعد جلوبالمون هي بيدا كيلكو ديتاي يضيعوا ديتاي صغار اما جلوبالمون تقعد هي بيدا والتاي تنقص. هذه حاجه ماهيش اهم حاجه احنا في الماشين ليرنينغ مش هذاك اللي يهمنا عطول نوصلوا باش عملنا تو اون فوا تويكا حولنا الداتا نتاعنا عملنا شونجمون دو باز كل بوان فعاد ما نعبروا عليه كل كليوم فعاد ما نعبروا عليه باللي فالور نتاعه في اللي فاريابل الاصليين لي زاكس الاصليين نعبروا عليه باللي كوردوني نتاعه في الباز الجديده باهي ها وين اش باش يصير تو احنا نحبوا نعرفوا تو لي كومبوزونت جدد هذوما لي زاكس جدد كل واحد فيهم قداش يصلح ونورمال مشرق الاول اكثر واحد يصلح الثاني اكثر واحد الثاني اكثر واحد يصلح الاخر هو اخر واحد يصلح بريسك ما يصلحش. لكن اذا كان انا نخلي لول برك اسكو ضيعت برشا انفورماسيون ولا شويه هذه هي المعلومه الكومبوزونت الاولى قداش كيما نقولوا فيها من الانفورماسيون توتال تاع الداتا نتاعنا قداش من الانفورماسيون توتال محصوره في الاكس الاول قداش في الاكس الثاني وقداش في الاكس الثالث باهي. فما الاكسبلايند فاريانس هذه كل اكس عنده الاكسبلايند فاريانس نتاعو هي ماتيماتيكمون هي فالور بروبر نتاع تشغل فالور سانجولير تتسمى نتاع الاكس هذاك ماتيماتيكمون. المهم من غير ما ندخلوا في الديتاي ملخص الحكايه هو كي ترتبهم لي زاكس نتاعك الاكس الاول هذا في الريبير نتاعنا وهذا الاكس الثاني وهذا الثالث كلهم في الباز الجديده في الريبير الجديد الاكس الاول في 40% من الانفورماسيون نتاع اللي عندنا عليك اليوم 40% من الانفورماسيون موجوده في الاكس الاول برك في الفاريابل الاولى 42 عندك حكاية 10% في الأكس الثاني معناها أنت كي تاخذ دو فاريابل برك حصلت شطر الانفورماسيون تاع الداتا نتاعك شطر المعلومات اللي تعرفهم على الكليون تاعك تنجم تلمهم في دو فاريابل برك. أنت عندك 25 فاريابل شطرهم المفروض 12.5 ونص نقولوا 12 هذه تنجم تلخص شطر هذاك في دو فاريابل برك. تنجم تزيد فاريابل أخرى فيها حكاية 7% هذه فيها حكاية 6% حسيتو كان تاخو حتى تكشي للفاريابل قولو حتى العاشرة تنجم تلم حتى يمكن 70% كاكا من الانفورماسيون تاعك في ديز فاريابل تلقى 70% من الانفورماسيون دونك تنجم تاخو أكثر تنجم حتى تاخو تيقولو تاخو 15 فاريابل أي مش قاعد معنا يمكن 90% من الانفورماسيون لميتها في 15 فاريابل برك في عوض 15 هذه حاجة باهية. علاش تولي فعلا ما تخدم على داتا فيها 25 كولون تخدم على داتا فيها 15 كولون وبرسك ما ضيعت حتى انفورماسيون. هذه الحاجه تعاون علاش خاطر قد ما الداتا تكبر قد ما لي موديل نتاع الماشين ليرنينغ يرزنوا اكثر معناها ياخذوا وقت اكثر في الاكزيكيوشن في لونترينمون. الداتا نتاعنا مش كبيره فيها 2000 لينيا كهو كان جد الداتا نتاعك فيها بار اكزومبل مليون ليني وعندك 25 كولون كابوس معناها تشدك برشا وقت معناها تجي تريني موديل decision tree ولا logistic regression ولا اللي هو عادي يعني يقعدك برشا وقت ما تعرفش عليه يشدك 4 ساعة 5 دراج نص ساعة أكثر الله خاصة جدا حاجات تاع deep learning. deep learning مون جنرال عادي تلقى data tax form text وتلقى عندك 25 ألف
ليني، كل ليني فيها تكست كبير معناها، وتكست ايش باش تعبر عليه، باش تلقى باش تحط الكلمات في الكولون، باش تلقى عندك 50,000 كلمة، دونك 50,000 كولون، وعشان 50,000 ليني كيف هما تشد وقت معنا التعب الحكاية. دونك هذا بيك باهي هكا بالبي سي، تنقص تنقص في لي فاريابل وتحصل الانفورماسيون اللي باهي الفايدة ما تضيعهاش. هذه هي الفائدة الأولانية. شو رايكم يا جماعة؟ رجلي إلى حد الآن فماشي دي كاستيون. أيوه واضح واضح الحمد لله. باهي تلقى الاستعمال الثاني متاع البي سي ا، وهو بون ضمن زوز استعمالات تاع ريدكسيون ديمونسيون اون جينيرال، معناها يا اما تكستراكتي دي فاريابل هكا مفيدين، يا اما الفيزواليزاسيون. اش معناها؟ باهي عندنا احنا لي دو كومبوزونت الاولانيين متاع البي سي ا هذوما فيهم 50% من الانفورماسيون اون جينيرال، في كثير من الحالات تلقى فيهم حتى 80%، ساعات معناها 80% من الداتا متاعك تنجم تلخصها في دو كولون برك. احنا الله غالب 50% تسمى شويه معناها الاكثريه تلقى اكثر، تيون سيبوز حتى 80%. قولوا بار اكزومبل انت لي دو زاكس الاولانيين هذوما عندك يلخصوا 80% من الانفورماسيون. تقول انت انا صحيح ما نجمش نشوف الداتا نتاعي خاطر 25 ديمونسيون ما نجمش نشوفهم بعيني، لكن نجم نشوف دو ديمونسيون بعيني. دونك شنو نعمل؟ تبروجيتي الداتا نتاعك على لي دو زاكس هذوك. مش معناها انت هنايا تحب تنقص عندك دو زاكس، تبروجيتي كل على اكس برك. كي عندك 25 ديمونسيون تنجم بروجيتي الداتا نتاعك على البلان فورمي بار لي دو زاكس برانسيبال الاولانيين هذوما، خاطر هما لي دو زاكس اللي بيهم الفائده في الاسباس نتاعك. يلفورم ان بلان، اي دو زاكس في الدنيا دو فيكتور في الدنيا دو دروات في الدنيا يصنعوا ان بلان، هما ارتوغونو على فكره. المهم دونك تبروجيتي الداتا نتاعك على البلان هذاك، البلان هذاك مفيد فيه 50% من الانفورماسيون، في حالات اخرى كيما قلنا تلقى فيه حتى 80% من الانفورماسيون. باهي دونك اذا كان انت عندك 80% من الانفورماسيون في البلان هذاك، قول نتفرج كي نتفرج في البلان، انا كي نتفرج في الكوردوني كي نتفرج في لي بوين نتاعي في البلان هذاك لي بروجيكسيون نتاعهم، عباره نتفرج في 25 ديمونسيون نعرف اش صاير فيهم انا، لانه اللي صاير في البلان هذاك صاير في 25 ديمونسيون. اش معناها؟ ناخذ اكزامبل. دونك هنا انا اش عملت؟ بروجيتيت الداتا نتاعي كل لي كليون كل بروجيتيتهم على لي دو زاكس برينسيبال، هذوك لي دو كومبوزون برينسيبال نتاع البي سي ا. البلان هذا اللي تشوفوا فيه فيه 50% من الانفورماسيون، في حالات اخرى كما قلنا حتى 80% يوصل ولا حتى اكثر. شنو نلاحظوا احنا هنا؟ اظن اللي اليوم تاعنا هما لي بوان، لاحظتوا شي حاجه يا جماعه؟ ترى اعطوني ملاحظاتكم. عندنا كيما زون برشا ديك اليوم اللغه اللي صار صحيح، عنا زون فيها برشا ديك اليوم بحضة بعضهم. كتاب زون يا جماعة فيها برشا ديك اليوم هكا بحضة بعضهم، برشا دي بوان قرب لبعضهم في زون معينة. شو اسمه يا جماعة حسب رأيكم؟ حكينا عليها قبلنا فيه. كلاستر هذاك مجموعة ريجروبمون كيما نقولوا، فئة معينة. فما برشا فما فئة معينة من الكليون اللي شبوا برشا بعضهم، خاطر كيما قلنا قبل لي بوان اللي قرب لبعضهم. مش معناها قرب، معناها ديستانس صغيرة. اون جينيرال ديسونس صغيره معناها فما تشابه كبير بيناتهم في الصفات. كي نقولوا الكليون هذا والكليون هذا قراب، معناها هذوكم دوك الكليون يشبهوا برشا لبعضهم. بار اكزومبل زوز مولودين في الثمانينات، زوز يخلصوا ياسر، وزوز ما عندهمش صغار. بار اكزومبل حاسيلو دونك لاحظوا اللي فما ريغروبمون هنا، عندنا ريغروبمون اساسي وباقي لي بوان بليز او موان هكاك طايشين، ما فماش هكا موتيف معين، فماش حاجه مفيده تربطهم ببعضهم، مختلفين على بعضهم برشا. دونك نلاحظوا اللي فما كلاستر اساسي في الداتا نتاعنا بليز او موان، فما دي بوان بعاد على الكلاستر هذاك. هذه حاجه تعاوننا تعاوننا ريدكسيون ديمونسيون كيما البي سي ار بار اكزومبل، تعاوننا في الكلاسترينغ. علاش؟ خاطر البي سي ار تخليك حتى لو كان ما تعرفش انت شنو صاير في 25 ديمونسيون، كي تبروجيتيه على بلون هكا فيه بار اكزومبل 80% من الانفورماسيون، تلاحظ اللي فما ثلاثه كلاسترز. تعرف اللي جلوبالمون معناها في الاسباس الاصلاني فما ثلاثة كلاسترز، ماكش تشوف في الاسباس تاع 25 ديمونسيون، لكن تشوف في اسباس فيه المعلومات المفيدة نتاعك 25 ديمونسيون، دوك المعلومات المفيدة نتاع الاسباس الاصلي. دونك لاحظنا فما كلاستر هنا، اون جينيرال نجم نقولوا اللي في الداتا نتاعنا فما كلاستر اساسي معناها. باقي ما تنجمش تثق برشا في الحالة هذه من الاستنتاج نتاعك، على خاطر المشكل هو انه
les deux premières composantes تاعنا فيهم 50% من الانفورماسيون كاه وذي فيها 10% وذي فيها 40% دونك انا باللي جلوبالمون مبدئيا حسب الظاهره هذيك هي فما كلاستر فما دي بوين بعاد عليه هذا ليبوتيز دي صنعناها من خلال فيزواليزاسيون دونك هذه هي الفائده الثانيه يا جماعه تاع ريدكسيون ديمونسيون اون جينيرال واللي بي سي ا اون بارتيكولي هي الفيزواليزاسيون نجم تاخذ برشا معلومات تعرفهم على الاسباس الكبير نتاع 25 ديمونسيون اللي نجمش تشوفو من خلال اسباس صغير نتاع 2D اللي تنجم تشوفو 2D هذوكم يلخصوا لك برشا حاجات اللي موجوده في الاسباس الكبير رجل يا جماعه فاش دي كاستيون بلي محمود كاستيون ما مش تابع الكلستر هذا دونك تشد البي سي ار هو شنو معناه هو شنو بي سي ار في حد ذاته موديل ولا شنو اي شنو تقول سي موديل هي سون تكنيك دو شونجمون دو باز من الاخر شنو الفرق بين تعملها فيت وبعد تالي تعملها ترانسفورم ولا تعملها فيت ترانسفورم برد وقت كيف فما حدا فرق جوست بانك ستار سامحني يا اخي البي سي اش باسمها بالفرنسي خاطر مش هي بلان دي كونتينيتي داكتيفيتي ولا مش هي برينسيبل كومبوننت اناليسيس نعرفش كونتينيتي داكتيفيتي الحق لا قلت خاطر كسب اسمها مش بالانجلي لا بالفرنسي ردها اسي بي هذه اناليز دي كومبوزونت برينسيبال بالانجلي بي سي هنا على فكره ما حكيتش على الكود نسيت هنا كي تمبورتيها البي سي ار فروم اس كي لون دات ديكومبوزيشن تصنع اون انستانس من البي سي ار هذه الميثود هذه الالغوريتم هذا الموديل هذا ايا كان كيما تحب تسميه كي تقول له بي سي ار بوان فيت وتعطيه الداتا نتاعك شو يعمل هو يمشي يطلع شنو ما لي دروات المناسبين شنو ما لي زاكس اللي ماكسيميزيو الفارياسيون واحدا تلو الاخر اكثر اكس ماكسيميزي الفارياسيون ثاني اكثر اكس ثالث اكثر اكس وهكذا على قد الديمونسيون تاعك احنا 25 هنا دونك هو هنا يمشي يطلع 25 اكس طلعهم لي زاكس تقول له ترانسفورم على الداتا تاعك جوست يعني بروجيكسيون على لي زاكس هذوك جوست معناها لي بوين تاعك يبروجيتيهم في الباز الجديده يعني يعطيهم لي كوردوني تاعهم في الباز الجديده يعطيك التابلو هذاك الحمد لله باه هذه هي الار بي سي الباقي كل جوست انو فيزواليزاسيون كيما نقولوا كيما عملنا قبل معنا هنا وين باش خذيت الكومبوزونت ان دي زيرو الكومبوزونت دي اس ام معناها لاكس الاول ولاكس الثاني كيما نقولوا الاول والثاني كولون الاول والكولون الثاني باه دونك هذه بي سي ا باه دونك باش نتعدل ميثود اخرى اسمها تيسني باه جاهزون للتيسني يا جماعه باه تيسني باه تيسني شنو هي تيسني هذه تاخذ شويه وقت في الاكزيكيوشن تيسني هذه طريقه اخرى شتعمل ريدكسيون ديمونسيون ماهيش تلوج على لي زاكس اللي ماكسيميزيو الفارياسيون ودرا شنو وانما بون ما نكذبش عليكم المات نتاعها كاسحه شويه ما عنديش فكره باهيه عليه تيسني بون مش صعيبه في بالي واحد يقعد لها شويه نجم يتصرف تفهم جلوبال حتى 80% منها نيوما هي اللي فيها شويه داري باهي تيسني اش تعمل تيسني هذي تصنع ان بلان وتحط فيه لي بوان باهي باش تحط لك لي بوان كل في ان بلان باهي لكن لي زاكس نتاع لي بلان شنو يمثلوا اون فيت ما يمثلوا شيء هما ما عندهم حتى معنى ماهمش لي دروات كي ماكسيميز لا فارياسيون ماهمش حتى شيء هي تيسني تنجم تقول باش تشد لي بوان كل اللي موجودين في 25 ديمونسيون في الاسباس الكبير وتلتخم على اي بلان كالكونك تبروجيتيهم على اي بلان كالكونك هكاك بطريقه ما عندها حتى معنى ثم لي بوان اللي كانوا قراب لبعضهم في الاسباس اوريجينال نتاع 25 ديمونسيون تعاود تقربهم لبعضهم دونك ملخص الحكايه اش تعمل هذه لي بوان اليوم لي كليون اليوم يشبهوا لبعضهم في الاسباس الاصلي لي بوان معناها دونك هما يمثلوا دي يسون ريبريزونتي بار دي بوان لي قراب لبعضهم في الاسباس الاصلي اللي انت ما تشوفوش تاع 25 ديمونسيون هنا يسون ريبريزونتي بار دي بوان قراب لبعضهم زاد دونك لي بوان اللي كانوا قراب لبعضهم في الاسباس الكبير انت هنا قاعد تشوف فيهم قراب لبعضهم اش رايكم يا جماعه يعني جوست باش توضح لك انا ما شفتوش في ال 25 ديمونسيون هكاك بالضبط هذا اش تعمل هي تيسني دونك هنايا اش نلاحظوا احنا لاحظوا اللي فما بوان بحضه بعضهم في الشيره هذه
من اللوطة على اليمين بلوز وموا، وفما دي بوان آخرين بعض بعضهم من فوق على اليسار، وفما الباقي لقشة كبيرة. دونك شنو نجم نقولوا هنا حسب رأيك نجم نطرح؟ شنو هي ملاحظاتكم؟ كلاسترز عندنا على اليمين بلوز وموا حسب الظاهر فما زوز كلاسترز، فما كلاستر الصغير هذا، فما الكلاستر الصغير الآخر، وفما لي بوان ضم الابعاد اللي ما يشبهوا لشيء، ما فماش حتى تشابه كبير بيناتهم، فماش دي ريغروبمون. دونك البي سي اش قالت؟ البي سي قالت فما ريغروبمون كبير وفما دي بوان بعد على بعضهم. اليوم قالت لك فما دي بوان بعد على بعضهم زاد برشا كيما البي سي، وفما دو ريغروبمون بعض بعضهم هنا بليزوما قرب لبعضهم. باهي هذا تيسني اش قالت لنا؟ تسني تو تنجم انت زاد كيف الداتا نتاعك تنجم فيها ما تخدم على الداتا الاصليه نتاع 25 كولون، تنجم تخدم على هذا دو كولون، كولون فيها لاكس هذا وكولون فيها لاكس هذا، اون جينيرال ما عندهاش معنى كبير، لي دو زاكس ما عندهمش معنى. دونك تعاونك باش تعرف اش فما كلاسترز هي اون جينيرال، باش تاخذ فكره على الديستريبيسيون نتاع لي بوان. تعاونك في حاجه اخرى فور اكزومبل اش نعملوا فاز هنا، نعمل لي هيو هذيا ناخذ اسم تاع اي كولون عندي. For example, شوف لي كولون شنو مالي عنا. Marital status, education, year birth بر. شوف وش باش نعمل يا جماعة. شوف الفاز. Data, de year birth. والكولور, الباليت دي كولور شنحط blues. بون ماني فسدتها عندنا عملت سكيلينغ انا حقا بيت ناخذ واحده بينير لحظه برك كان اون جينيرال ماذا بيك تعمل سكيلينغ تخلي فيرسيون بلاش سكيلينغ معناها تخلي كوبي من الداتا بلاش سكيلينغ لحظه برك نشوف فاريابل اخرى دقيقه برك كيد هوم برك كيد هوم كيد هوم مثلا ناخذ ريسبونس هذيك 01 فلات هذيك نحط سيزميك لي بوان لي كليون الحمر هما لي كليون اللي قبلوا لوفر نتاع الحملة التسويقية الأخرى والزيرو هو الزرق اللي ما قبلوش باهي ش عملنا هنا تو لاحظنا اللي تو قلنا فما زوز كلاسترز بلوز مو على اليمين ما نجمش نقول اللي كلاستر منهم تابع لون وكلاستر الاخر تابع لون ولا حاجه هكا بلوز مو نجم نقول لي كلاستر هذا اساسا زرق فما ريغروبمون تاع دي كليون اللي كلهم ما قبلوش برسك كلهم ما قبلوش لوفر فما دي ريغروبمون اللي تنجم تقول فيه معناها فيه جماعه فيه جماعه حمر قبلوا واللي بوان اللي بعد هذوك ما يشبهوا شيء باهي كي ناخذ واحده اخرى فور اكزومبل فاريابل اخرى par exemple response complain نبش complain لحظة برك سامحوني number of deals and purchases شنو فماش واحدة هكا كاتيجوريك باهية كيد هوم برا كيد هوم صار لها سكيلينغ أكثرية مش مشكل كيد هوم ترى مكتوبها كده هم هي كلمة بارك سامحوني غلطت في الكتابة بون باليت هذي ماستر ناخذو بار اكزامبل باليت هذي مزيان شو رايكم يا جماعة زيرو معناها ما عندهمش صغار في الدار معناها عندهم صغير بارك في الدار والدو معناها عندهم بزاف صغار في الدار فمش ملاحظات وليت خير من الاخرى ولا معناتها بدا كولور وليت مش كيما نقول ريزومات الوا كولور شنو نجم نستنجو كي نفكتو في الكولور هكا كيفاش موزعين فماش ملاحظات نجم نلاحظوهم فما كونسونتراسيون في بلايص معينه فما تروا كلاستر تحسهم كيفاش قلت لك تحس ما تروا كلاستر ولا زوج
أي أنا واحد من الناس هنا نلاحظ اللي الكلاستر اللي شفناهم على اليمين أساسا عندهم صغير برك في الدار، هذوك يمثلوا ديك ليوني عندهم صغير برك في الدار، دونك فما علاقة بليزومون بين الكلاسترز وبين النمبر نتاع الصغار، فما تشابه كبير هنا بين الكليون هذم اللي كلهم عندهم صغير برك، فما تشابه كبير بين هذم عندهم صغير برك، ولاحظوا اللي فما البارتي هذه بليزومون كلاستر وحده معناها. كنا ضم حاسبينهم تابعين النيوج الكبير هذا اللي ما شبه لشيء، لكن بلوز وموا بعيد شويه فما فراغ بين البارتي الزرقاء هذه الوسطانيه وبين الازرق الفاتح اللي على اليسار، دونك سي بون نعتبرهم كلاسترز هذو ضم ديجا هما مختلفين على الباقي، خاطر الباقي لاحظوا هما ازرق فاتح اكثر كلهم عندهمش صغار، بينما الجماعه هذم بارتيمون كلهم عندهم صغار، دونك فما اختلاف ما نجمش نعتبر الزرق الغامقين اللي في الوسط هما والازرق الفاتح فرد فئه، وبحكم ما نجمش نعتبرهم هما واللي زوز كلاسترز اللي عاملين فرد فئه خاطرهم بعاد عليهم شويه، دونك نجم نقول عندي ثلاثه كلاسترز تو، وعندي النيوج الكبير المسيب هذاك، عندي ثلاثه كلاسترز اساسيين وعندي وعندي مجموعه اخرى من اللي كليوني ما عندهمش صغار كلهم، لاحظوا اللي ما عندهمش صغار قراب لبعضهم واللي الاخرين بلوز موان زاد قراب لبعضهم من فئات مختلفه، دونك شنو نجم نقولوا هنا؟ نجم نقولوا للفاريابل هذه نتاع اسكو لي كليون عندهم صغار ولا فاريابل تفرق معنا، فاريابل بالرسم يتاثر معنا لي بوان ماهمش تعيشين كيما جا جا معنا، فما دي ريغروبمون معنا، ولاحظوا لي كليون اللي عندهم صغار كلهم جاوا على اليمين واللي ما عندهمش صغار جاوا على اليسار جلوبالمون، الفاريابل هذه دونك مبدئيا نراو انها مهمه بالرسم فيها برشا انفورماسيون، كي نجيو ناخذوا فاريابل اخرى باغ اكزومبل تين هم ترى نشوف قاش عندهم مراهقين في البلاد، ايش رايكم؟ تحسوا فما بو انا حسيتها مشكلة اخرى، الاخرى بلوز انفورماتيف معنا، لكن لاحظوا لي كلاستر اللي كان في الوسط هذاك اللي كان ازرق غامق وتو باقي ازرق غامق، لاحظوا لي دو كلاستر اللي على اليمين تبدلوا تو، هذوك معناها عندنا زوز كلاسترز هذوما قبل شفنا اللي هما عندهم صغار توك شفنا ما عندهمش مراهقين، معناها عندنا زوز فئات متاع ديك ليون اللي عندهم صغار برك وعندهم ما عندهمش مراهقين جمله وسبيسيال، هما غير تحسهم كلاسترز مجبودين وحدهم وقراب لبعضهم لي بوان دوك وبعد شويه على سير لي بوان، دونك عندنا فئه متاع ديك ليون اللي ما عندهمش صغار اللي عندهم صغار وما عندهمش مراهقين، وعندنا فئه اخرى زادا اللي عندهم صغار وما عندهمش مراهقين، وعندنا الفئه اللي في الوسط اللي كان هذا الكلاستر اللي ازرق غامق وفي التصوير اللي قبل كان ازرق غامق، هذيك فئه ثالثه اللي عندهم صغار وعندهم زاد مراهقين، هذه فئه سبيسيال، وعندنا النيوج هذايا الموزع انا لي بوان اللي طايشين على اليسار كلهم بحذا بعضهم، هنا فيهم الازرق الغامق وفيهم بحرف وفيهم الازرق الفاتح، دونك كونهم يعني عندهم مراهقين ولا ما تأثر ما عندهش تأثير على الكليون هذا، ما عندهاش حاجة تجمعهم كما نقولوا، تحس لي كولور مبلبزين كما جاجة الأزرق الغامق والفاتحة، بينما كونهم عندهم أطفال ولا كلهم كيف كيف، وكن لاحظوا لي دو فاريابل هذو مهمين برشا يأثروا يفرقوا برشا بين الكليون تاعنا، سبحان الله أنا واحد من الناس ما كنتش نتوقعها، ما كنتش نتوقع لي الأطفال متاع الكليون والمراهقين اللي عندهم برسمي يفرقوا بيناتهم برشا ولا كوش نتوقع الحكاية هذه، أما في الأخير لوجيكي جيت خم فاهم أنا الكليوني عندهم صغار يسوبو يوصفوا أكثر معقول يسوبو معناها كي تعمل معناها بلو كيش نقولها يقبلوا الماركتينج أكثر، يعني كي تعمل الماركتينج برسك على أي حاجة حتى كان هو ما استحقهاش ولده يستحقها ولا مرته تستحقها ولا بنته تستحقها، بينما كي يبدأ عايش وحده ما يستحقش برشا حاجات فهمتها، دونك لوجيك الحكايه منطقيه رغم اني ما خطرتش على انا واحد من الناس ما خطرتش على بالي من الاول انه لي دو فاريابل هذوما باش يكونوا ياثروا برشا، دونك لاحظنا اللي دونك الحكايه هذه فاش تفيدك من الاخر تفيدك بليز مون تعرف انهم لي فاريابل اللي يقسموا الكليون الى كلاسترز ومجموعات سبيسيال، باهي كيف كيف حتى في البيسيات نجم تعمل نجربوا هنايا لحظه برك جوست نجربوا حاجه برك ناخذوا كيد هوم هنا والباليت قال هذيك شنو هذا داتا دو كيد هو نعطي الكولون
بلوز موان تاثر زاد حتى هنا حتى بي سي ار رغم ان البلان هذا كيما قلنا يعطيك 50% من الانفورماسيون كهو نلاحظوا كيما في التيسني عندك برشا دي بوان اللي طايشين ماهمش تابعين حتى كلاستر هذوك ما عندهمش صغار دي كليون هذوكم وعندنا في زون كي كونسونتري فما برشا دي كليون اللي عندهم صغار كيما هنا كلهم كونسونتري على اليمين دونك برسمي الفاريابل هذه نتاع كون الكليون عنده صغير ولا مفيده تعطيك برشا انفورماسيون على الكليون تاعنا باش تعرفوا يعني يشبه لنا وكليون اخر والى اخره معناها تبون قراب معناها فرق تصوير يشبه لبعض به شراكه مجموعه مريقلين الى حد الان في باش دي كاستيون واضح واضح باهي دونك شنو نعملوا اليوم برسك نفس الشيء كيما تيسني ما اسرع شويه في العاده البرانسيب هو بيدو بين اليوم والتيسني جست هكاك باش تبروجيتي وباش تلم لي بوان القراب اما يختلفوا في الالغوريثم نتاعهم وحتى في المات نتاعهم تيسني فيها زوز فيهم توبولوجي يظهر لي اليوم فيها شويه كضربات تيريد كاتيجوري ولا ما نعرف هذه المات نتاعهم صراحه معناها مش كل حاجه اللي نقراوها في البريمي سيكل ولا الدوزيام سيكل معناها يكونش كانك تقرا مات بير ولا الدوزيام سيكل مات ولا حاجه نجم تقرا وحدك اما انا شخصيا الحق ما نقدرش عليك المات نتاعهم هذوما الزوز ما نعرفوش باه شوفوا نيو ماب باي شرايكم في نيو ماب تحسها راس متاع حاجه ولا كيفاش راس متاع حاجه باه تحسها حمامه ولا نسر حمامه نسر فراشه هذاك الشيء من لوطه كي الفراشه بليزوم من الفوق زي كي الفراشه معريضه ولا كيفاش شكون عنده ملاحظه اخرى ترى باه اليوم باش عمل عمل كيما تيسني شعمل لي بوين نتاعك اليوم يمثلوا ديك ليون موجودين في اسباس 25 ديمونسيون حطهم في ان اسباس تاع 2 ديمونسيون لكن عمل نفس الشيء معناها الفكره هي انه لي كليون اللي كانوا قراب في الاسباس القديم قراب لبعضهم في الاسباس هذا دونك يعاونك باش تشوف الكلاسترز اون جينيرال كيما تيسني جوست طريقه اخرى معناها ما يعطيكش نفس الاوتبوت ما يعطيكش نفس الريزلت خاطر كل واحد الالغوريتم نتاعها فماش ميثود بارفيت فماش طريقه بارفيت تجي 25 ديمونسيون تلخصهم في 2 ديمونسيون معناها برسم ما فماش معناها كيما كي تجي الكره الارضيه معناها تاخذ كره ارضيه كخريطه كيما نقولوا اللي يبيعوه معناها في شكل كره كي تتقطع كيما نقولوا الغلاف هذاك تحب تحطه في شكل تفرشو هكا ما تنجمش تفرشو ما تنجمش تحطه في شكل بلون معناها برسمي حاجه هكاك زايده ديمونسيون ما تنجمش تطيح ديمونسيون هكاك من غير ما تضيع شيء دونك فماش ميثود بارفيت في ريدكسيون ديمونسيون لكن كل ميثود شنو تحاول تعمل بس حكينا على تيسني تحاول لي بوين اللي كانوا قراب ترجعهم لك قراب دونك تعاونك باش تشوف الكلاسترز معناها الكلاسترز تخرج شنو كلاستر دي بوين قراب برشا لبعضهم وبعد على غيرهم هذيك هي كيف اليوم زاد اليوم هنا اش قالت لنا فهم مجموعه من لي كليون قراب لبعضهم هذوما المجموعه الصغيره على اليمين من اللوطه وبعد على الباقي والباقي مجموعه كبيره هو نيو وبعد الاخرين هذا اش قالت لنا شراكه فماش ملاحظات تو في الكلاسترينغ لازم ديما معناتها لي كولور ديفيرون الارقام بون لي كولور سي فاريابل انت تلونهم حسب فاريابل معينه كانت تحب معناها باغ اكزومبل هنا لونهم حسب قداش عندهم صغار في الدار معناها لازر فتح ما عندهمش لازر غامق عندهم صغير برك والموف عندهم زوز روز محمود بناء البيوت نجم تفسر لي السينيفيكاسيون نتاعها بالضبط 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 كيفاش لهيو لهيو جست لونك لي بوين حسب فاريابل معينه لهيو جست باش تلون معناها فهمتني هنا لونتك لي بوين حسب الفاريابل هذه اللي هي قداش عنده الكليون من صغير هذا هو هنا ما لوناش احنا مازلنا نشوف اما نلاحظوا البريز وما فما زوز كلاسترز وفما مجموعه صغيره ومجموعه كبيره كيما هنا عطاتك مجموعه بليز وما صغيره هنا والباقي مفرتين على اليسار البي سي كيف عطاتك المجموعه الجروبمون هنا وعطاتك الباقي مفرتين على اليمين دونك هنا زاد عندنا مجموعه صغيره وعندنا الباقي بليز وما فرتين هنا دونك شنو نسالكم سؤال حسب اللي شفناه هنا ركزوا معايا سؤال جميل جدا حسب اللي شفناه في التيسني حسب اللي شفناه في اليوماب لو كان انا طو شد لي بوين ها سامحوني في البي سي لو كان جي في اليوماب ونلون لي بوين تاعي كيما لونت لنا حسب اللون حسب النومبر نتاع الاطفال دونك لي بوين اللي عندهم صفر اطفال ديك اليوم ما عندهمش اطفال لونهم بالازرق الفاتح
اللي عندهم طفل برك بالازرق الغامق واللي عندهم بزوز باللون الروز. كي نجي اللون لي بوان هذوم هكا حسب رايكم الريغروبمون الصغير اللي على اليمين من اللوطه شنو باش يكون لونه؟ اللي عندهم ولد واحد غير رأي شكون عنده رأي آخر؟ شكون عنده نفس الرأي ولا رأي آخر؟ تورينا بلاي الواحد اللي فوق التصوير اللي فوق ايه ذي اليوم او ذي التسني ذي البي سي تعودنا السؤال ايه حسب رايكم لي بوان هذوما شفناهم باليوماب من اللوطه على اليمين هذوما لي بريزوما قراب وبعاد على الاغلبيه حسب رايكم لو كان لونوهم كما لونا هذوم حسب نفس الفاريابل حسب النمبر بتاع الاطفال اللي عندهم شنو باش يكون لونهم حسب رايكم هذوما قداش عندهم اطفال في الدار كما نقول ازرق فاتح ظهر لي باه فما شكون قال ازرق فاتح معناها زيرو فما شكون قال واحد فما زوز قالوا واحد دونك اللي هو ازرق غامق باه تعرف شكون يزيد هو راهو الحكايه كل بين يما يما زيرو خاطر بريسك ما فماش ديك ليون اللي عندهم زوز صغار معناها ولاحظنا اللي فما حتى مجموعه من ديك ليون هكا عندهم لون الروز معناها كيلكو كليون تعيشين هنا وغاد دونك يما ازرق فاتح يما ازرق غامق يما ما عندهمش صغار يما عندهم صغار دونك رو جروبمون هذايا زعما مش باش يكون لونه زعما عندهم صغار ولا هذوما يا جماعه واش نعطيكم الاجابه هذوما ديك اليوم اللي نتوقعهم انا ما نزلت ما جربتش راه على فكره هذوما انا نتوقعهم باش يكونوا ازرق غامق هذوما باش يكون عندهم صغير برك علاش خاطر هنا نلاحظوا اللي عندهم صغير برك باش تلقاهم في شيره وحدهم وفما نيواج كبير ازرق فاتح كيف هنا اللي عندهم اللون ازرق غامق في شيره وحدهم والباقي نتاع لي بوين ازرق فاتح وموزعين على بلاصه كبيره دونك انا هنا شفت كيف مجموعه صغيره في شيره وحدهم والباقي موزعين في بلاصه كبيره دونك نتوقع هذوما باش يكونوا ازرق غامق ويمكن البارتي هذه اللي في الوسط كان نشوفوا هنا فما دي بوين موف في المجموعه الكبيره قراب للمجموعه الصغيره نتوقع يمكن زاد هما لونهم يكون ازرق غامق علاش خاطر عندنا هنا عندنا لو جروبمون هذا يا جماعه كون شفتوه ازرق غامق في الوسط رغم اللي هو قريب لل لي بوين النواج الكبير معناها دونك اش نشوفوا اش خاسرين اش نشوفوا تو لحظه بقى تانا نكوبي هذا ايش رايك والله حسيت عملت غلطه صغيره انا في البريدكشن في التوقع نتاعي ما حسيت لي فما ريسك يجي هكا به ايش رايك النواج الصغير اللي من لوطه كيما توقعنا اغلبيتهم جاوا ازرق غامق عندهم صغير برك هذا متوافق مع اللي شفناه في النواج هذا في النواج هذا باهي دو بلوس نلاحظوا لي نيواج الصغير اللي هنا اللي على اليمين من اللوطه بلوس مو في دي بوين ملمومين من الفوق ودي بوين ملمومين من اللوطه دونك وكانه زوز كلاسترز هو بيدو وهذا يكونفيرمي شفناه هنا اش عندنا هنا احنا عندنا دو كلاستر كيما نقولوا قراب برشا لبعضهم لكن زوز لونهم ازرق غامق وفما قراب لهم دي بوين زرق فاتحين هنا شفنا زاد شفنا بلوس مو زوز شفنا الريغروبمون من اللوطة على اليمين لكن هو بيدو في جماعة من الفوق وجماعة من اللوطة وبقى فما حذام كيلكو بوان زرق فاتح دونك نتأكد من الليبوتيز نتاعنا عندنا ريغروبمون تاع ازرق غامق وتنجم تعتبره دو ريغروبمون هو بيدو ويبعد على الباقي معناها وعندنا اغلبية لي بوان في نواج كبير ازرق فاتح يعني ما عندهمش صغار اغلبية لي كليون والازرق غامق اللي الفوق هذا ايش رايكم فيه يا جماعة؟ صار جست خطر يعني طريقة أخرى في الريبريزنتاسيون علاش ما خرجش بنفس الطريقة الجرافيك بكري
هاي ما أقول شكون عنده اقتراح آخر؟ هالريجروبون نزرق للغامق اللي من فوق شنو يحكي منين جاك؟ حسب رأيكم باش نوريكم هذا ثبتوا هنا ثبتوا هنا ثبتوا هنا أساسا في تيسني ثبتوا هو السر موجود في التصوير هذه حسب رأيكم الريجروبون نزرق اللي من فوق للغامق هذا شبيه شنو حيرته شنو يمثل؟ ثبتوا لنا مش كون عنده فكرة يا أخي هما نفس الفاريابل معناه عندهم صغير برك أي هضم الزرق الغامقين عندهم صغير برك أي أي لكن شبيه فما مجموعة من الكليون المجموعة متاع الكليون هذية للفوق طبعا مش قلنا هنا اش لاحظنا قلنا فما دو ريجروبمون على اليمين لونه مازال غامق وهنا لاحظنا ان فما دو بلوز او موان ريجروبمون صغير لو بيتو نجم تقسمه على زوج من فوق جمع من اللوتر لونه مازال غامق فما نواجد كبير واسع هذاك اللي لونه مازال فاتح وهالقطعة هذه شنية هذيك تلقاها معناها عندهم فاريابل اخر يشتركوا فيه معناها اللي هما ديفيرو عن زوز كلاستر الاخرين اي صحيح صحيح مش عندهم صغار اخرين كبار ولا اي يمكن عندهم يختلفوا في فاريابل اخرى صحيح يعطيك يعطيك الصحة هذه انفورماسيون مهمة اش قال الاخ هنا صحيح هذوما ريجروبمون اللي عندهم صغير برك وهذوما ريجروبمون عندهم صغير برك هذوما عبارة دو ريجروبمون بعضهم تاع ديك اليوم اللي عندهم صغير برك وهنا عندك نيواج كبيرة عندك نسبة كبيرة من الكليون تاعك ما عندهمش صغار وعندك نيواج آخر اللي عندهم صغير برك ماهوش بحظة اللي دو نيواج الصغار هذوما يعني يختلفوا الكليون هذوما اللي لونهم أزرق قوم من فوق يشبهوا للي من اللوط على اليمين من ناحية كونهم عندهم صغير برك لكن ما دام النيواج هذايا الكلاستر هذا بعيد على الكلاسترز هذوما ما دام يختلف عنه في حاجة مما لا شك فيه هذه انتربريتاسيون زعما وصحيحة لكن يا جماعة المفروض لي ميثود نتاع ريدكسيون ديمونسيون خاصة التسني واليوم خاطر لابروش تشبه البي سي حكى يخرج جملة جا لاحظت ما تشبهش جملة المظلمة فما تشابه صغير بيناتهم فما نيواج الكبير الأزرق الفاتح فما نيواج زوز نيواج صغار بحذا بعضهم أزرق غامق لهوينهم وش فما آخر يا جماعة ثبتوا هنا معناتها عندهم صغير برك فما فورم تاع ديفيرونس بيناتهم اي فما من لا شك فيهم اذا معنا كلاستر هنا وحده كلاستر هنا وحده كلاستر هنا وحده اذا فما ثلاثه فئات معناها حتى الكليون عندهم صغير برك وما بينهم فما ثلاثه انواع فما حاجه تفرق بيناتهم هذه معلومه مفيده برشا لكن هاش نعطيكم حاجه يا جماعه هنا يا اش لاحظنا ما قداش عندهم من كلاستر لون وزر غامق هنا لا هوا هذوما عندنا من اللوطه دي بوان لونهم ازرق غامق عندنا تنجم تقول ريجروبمون من اللوطه ريجروبمون فوق دونك هذوما زوز هذا الكلاستر الثالث اللي فوق الكلاستر اللي فوق هو الكلاستر اللي هنا في الوسط تشوفوا فيها كلاستر ازرق غامق في الوسط هنا هذاك هو ديجا هو كلاستر ازرق غامق وبعيد شويه عزز الاخري ها وين كلاستر ازرق غامق بعيد شويه عزز الاخري شفتوا الفازه معناها البقايا نتاع الكلاسترز اليوم ابو تيسني كل واحدة كيش تحطهم لكن جلوبال مو اللي قريب يقعد قريب واللي بعيد يقعد بعيد دونك عندك زوز كلاسترز صغار زرق قراب لبعضهم بعاد على سائر الباقي كما هنا موجودين في الاكستريميتي ها وينهم وعندك نيواج كبير ازرق ذوك من الكليون ما عندهمش صغار كيف كيف هنا عندك نيواج كبير ازرق وعندك مجموعه من الكليون اللي ما عندهم صغير برك لكنهم ما يشبهوش برشا لي دو لي دو تيب دي كليون الاخرين اللي عندهم صغير برك لي دو كلاستر هذوما قراب هذايا بلوز او موا كلاستر الازرق الغامق اللي في الوسط قريب شوي للزرق الفاتحين قريب لهم كيف كيف هنا تلاحظ قريب للزرق الفاتحين مش قريب للاخرين دونك نلاحظوا اللي عندنا فئه نتاع لي كليون اللي عندهم صغار اللي عندهم صغير برك لكنهم في صفاتهم يشبهوا برشا لي كليون اللي ما عندهمش صغار سبحان الله ما عرفش كيفاش يعيشوا زعما شنو اسلوب العيش نتاعهم زعما شنو هي الحاجه تميزهم تنجم تزيد تدرسهم اكثر
تنجم تزيد تدرسهم أكثر من خلال الفاريابل الأخرين. فهمتوا الفازة؟ على كل دونك هذه هي دونك ملخص الحكايه تو انت هذا كل فاش يصلح علاش تو قاعدين نشوف في ديمونسيون جدد دخلنا في ديمونسيون اخرين ونيواج دي بوين ودرا شنو هذا يعاونك باش تدرس الكليون تاعك هنا تدرسهم تشوف التشابهات بيناتهم والاختلافات بيناتهم عندك مبدئيا عندنا اربع فئات نتاع ديك اليوم احنا تو عرفنا ان الشركه نتاعنا عندها اربع فئات نتاع ديك اليوم كونهم عندهم صغار ولا هي من المعلومات اللي تفرق بيناتهم الفئات المعلومات المهمه دونك انت لي كليون اللي ما عندهمش صغار هذوكم فئه اولهم الازرق الغام بليز وما صاي فئه واحده واللي كليون اللي عندهم صغير برك ثلاثه فئات فما زوج فئات يشابهوا بعضهم دونك حتى كوتي ماركتينغ تجي تعملوا نفس البوبليسيتي معناها تبعث لهم نفس البوبليسيتي وفما دي كليون اخرين اللي هم يمثلوا عائلات اللي عندهم صغير برك لكنهم مختلفين يشبهوا للي كليون هذوم اللي ما عندهمش صغار دونك تعملوا بوبليسيتي لي بليز وما بين البيني par exemple لو تشوف شنو صفاتهم هما تعمل بوبليسيتي ليهم هما خاصه بهم خاطر تحسهم سبيسيال هذوما ما يشبهوش اللي كيفهم بصغير برك ما يشبهوش ومختلفين على اللي قراب لهم هذوما زرق الفاتحين من خلال عدد الصغار دونك يختلفوا دونك الحكايه تعاونك معناها تدرس لك اليوم ولا سوبي يكونوا دي باسيون هذوما دونك تولي تدرس في الباسيون تاعك شنو من الاختلافات بيناتهم هذوما قبلوا التريتمون تاع تاع يعني الدواء هذوما بدنهم ما قبلش التريتمون شنية الحاجات اللي فرقت إلى آخره تدرس نجم تكتشف حاجات عن ملادي هذيك عن الدواء هذاك إلى آخره أنت قاعد تدرس في الداتا نتاعك قاعد تحفر فيها تكتشف في المعلومات ماكش تبريديكتي في حاجة كيما السوبرفايز وإنما تحفر وتكتشف هذا هو الأنسوبرفايز به دونك هذا هو اليوم مش مازال عملنا بليسان هوني راحت سامحوني باي دونك قلنا هذا هو الانسوبرفايز حكينا على كلاسترينغ المره الاخرى سنترويد بيز كلاسترينغ حكينا المره ذي على الريدكسيون ديمونسيون اللي تعاونك باش تعرف الكلاسترز والسيميلاريتي بين لي لين اللي معناها لي زوبزرفاسيون اللي عندك سواء عندك ليون ولا دي باسيون وتدرسهم والتشابهات اللي بيناتهم الى اخره المره الجايه ان شاء الله شنعملوا انواع اخرى نتاع كلاسترينغ شنعملوا دنسيتي بيز وما نعرفش يمكن نزيد معاهم يا السوفت clustering game الهيراركيكال وهذوك معناش خليتهم بعد ريدكسيون ديمونسيون خاطر تعاون ريدكسيون ديمونسيون تعاونك في الكلاسترينغ دونك المره الجايه باش نعملوا انواع اخرين تاع كلاسترينغ باش نستعينوا ان شاء الله بعد الله بطبيعة بالريدكسيون ديمونسيون باه هذا هو اليوم فماش ديكاسيون يا جماعه بالله محمود البرنسيب نتاع تسني على ان اساس معناها تشد البوان حاشاك تلطخهم معناها في بلان هي تلطخهم من الاول بلاش اساس راه تلطخهم كيما جاء وبعد البوان اللي كانوا قراب تعاود تقربهم تلمهم تبقى تلم في البوان معناها جاء شفت الزوز كلاسترز هذوما كيتلطخوا من الاول كل بوان في شيره لكن بعد تسني جابت البوان هذوما لمتهم فرد كلاستر خاطر هما في الاسباس الاخر قراب معناها عاودت لمتهم وضم عاودت لمتهم وضم لمتهم وهكذا هذا ما تجيش طول معناها بروجيكتي صاي ماتيماتيكمون باش تلقى اون ترانسفورماسيون لطول بروجيكتي بحيث تحافظ على ذاك بون اليوم بليز اون تعملها اليوم بتاخذ لي بوان تلقى اون ترانسفورماسيون اللي تحافظ على كل بوان معناها لي بوان اللي كانوا الفوازان ليه يقعدوا فوازان ليه اما البرانسيب هذاك هو التيسني واليوم كيف كيف معناها لي بوان اللي كانوا قراب يقعدوا قراب لبعضهم فهمتك ميرسي والله عفوا فماش كاسيون اخر يا جماعه ولا سوي باش نسالك على تو في الفورماسيون هذه مثلا جست نفهموا البرانسيب كهو كالكود كلا تكتبوا باش تعمل الشيما هكا وكل ما نفهموش معناتها شنو هما لي واش لي كوموند كيفاش معناتها ما نفهموش كيفاش نخدموا كود نكتبوه احنا ولا بون الكود موجود هنا الكود هو نو سامبل هاي كيفاش جست نفهموا البرانسيب وكهو اي احنا هنا نفهموا البرانسيب ونوريكم الكود ها وينو معناتها تنجم النوت بوك هذا موجود وببليك واللي انا جابعثته تو نزيد نبعثه لكم تنزيدوا شويه دي كومونتير وديما كاين لي نوت بوك الكل موجودين حاسيلو الكود اون جينيرال سير في الماشين لورنينغ ديما نفسه يتعرض كان تلاحظ معناها دونك بون احنا هنا ماناش نكوديو ساي ماكمش قاعدين تكوديو بون والله كان تحبوا تاع نعمل حاجه هكا نعمل لكم داتا المره الاخرى عملت هكاك عطيتكم داتا وقلت ما تخدموها كانك نصلحها فما وحده برك خدمت
هذه لو كان تحبوا نعطيكم داتا اخرى انا جاي نخمم كيك كل ميني بروجي معنا وتابليكيو فيه وبعد نجموا معنا اللي يحب بريزونتي خدمه هكا وتو نعاود نصلحوا كيما نقولوا نعطيكم اكزامبل نتاع خدمه اوكي واش معكم من اللي عنده كيسيون تفضل اللي يحب ينطلق ينطلق على راحه شكرا وبارك الله فيكم شكرا جزيلا نعطيك الصحة زي محمود على خير وبارك لك على خير شكرا